مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. سهرة جديدة من سهرات توك شو بالعربي من الصحة والجمال. سهرتنا النهاردة هتكون مختلفة لكن زي ما وعدناكم الأسبوع الماضي. النهاردة استكمال لدكتور شكري بدر وكلامه الشيق والجميل عن تفسيره لآيات القرآن بمنظور علمي ومن زاوية مختلفة وبكل بساطة لكل مشاهدي توك شو بالعربي في مصر والوطن العربي. النهاردة احنا بنتكلم عن آيات من سورة يوسف وإزاي الوقفة الصحيحة في الصلاة وكمان الوضوء. مش هقول لكم أسرار اللقاء لكن ده الفقرة أو ده تكون الفقرة الثانية إن شاء الله. أما الفقرة الأولى الحوارية هتكون في الطب وعالم الطب وحواري مع الدكتور رامي إسماعيل اللي هيتكلم عن الأوعية الدموية وأمراض القلب. وفي ناس كتير جدا تشتكي من قلبها، يا ترى إيه سببه وإيه الأعراض المرضية اللي بتظهر قبل ما يكون في نوبة وقبل ما تروح لمستشفى؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في الفقرة الأولى. سهرة مختلفة وعندنا أخبار جديدة النهاردة، تعالوا نشوفها من خلال مانشيت. رئيس السيسي تنشر فيديو يلخص نشاطه خلال الأسبوع الماضي. الصفحة الرسمية للرئيس السيسي تنشر فيديو يلخص نشاطه خلال الأسبوع الماضي. السيسي تمنياتي بالشفاء العاجل للبطل المصري محمد صلاح والعودة للملاعب قريبا. وزارة التموين رفض 24 ألف طن قمح محلي من المزارعين لاحتوائه على شوائب وأتربة. وزارة الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بستة أشهر. وكيل دفاع البرلمان فرض الرقابة على السوشيال ميديا واجبة لتهديدها الأمن القومي. تقرير حكومي تحصين 2.6 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلعية. وزارة الزراعة البحرين وافقت على إلغاء حظر استيراد الجوافة بداية الموسم الجديد. ضبط أضخم شاحنة أقراص مخدرة في رمضان وتحذير 1,350,000 قرص. النيابة الإدارية تحيل المدرس للمحاكمة بتهمة التحرش بالطالبات وإهانة زمائله. أبل تطور ميزة جديدة تسمح بفتح أبواب غرف الفنادق بهواتف آيفون. الكعبة المشرفة تشهد ظاهرة تعامد الشمس ظهر غد الاثنين. المنتخب صلاح لن يشارك في المباراة الأولى بالمونديال مع أو أمام الأوروغواي. كوبر يجهز رمضان صبحي ووردة لخلافة محمد صلاح في الجبهة اليمنى.
استطلاع ميرور جماهير انجلترا تتهم راموس بتعمد ايذاء محمد صلاح. مركزين مع حضراتكم في رمضان في فيديوهاتنا ان احنا نتكلم عن التغذية العلاجية وصحتنا فأكلتنا، لازم ناكل أكل صحي في رمضان، لكن النهاردة بنتكلم عن الأطعمة المالحة في رمضان، ايه مدى تأثيرها على صحتنا؟ الصداع، الصداع من كل اتجاه، كلنا وأغلبنا ومعظمنا بيبقى عنده مشكلة في الصداع وأسبابه كتيرة جدا. اتكلمنا في الفقرة الطبية ومع أطباء برضو كتير جدا في موضوع أنواع الصداع. الفيديو التوضيحي دلوقتي بيقول أثار الصداع وإزاي نتلاشى الصداع، نشوفه مع بعض. مطرقة الصداع تدق جدران الرأس دون إذن فتسبب آلاما متفاوتة الشدة، قد تستمر ساعات أو أياما، آلام لا يشعر بها الدماغ نفسه فأنسجته لا تحس بالألم، لكن بعض أجزاء الرأس الأخرى تحتوي على مستقبلات الألم أو نوسيسبتورز التي تسبب الصداع استجابة لمؤثرات مختلفة. أغلب الناس أصابتهم مطرقة الصداع من قبل، ضرباتها قد ترتبط بعوامل أخرى مثل الحمى والالتهابات والإفراط في تناول الأدوية وغيرها. هذا النوع يعرف بالصداع الثانوي، أما عندما تدق المطرقة وحدها دون وجود مشاكل صحية أخرى فيعرف ذلك بالصداع الأولي أو الابتدائي. أكثر أنواعه شيوعاً هو الصداع التوتري، قد يحدث نتيجة التعرض لضغوط نفسية أو مشكلات متعلقة بعضلات الرقبة، ويوصف ألمه بحزام ضاغط حول جانبي الرأس. هناك أيضاً الصداع النصفي أو الشقيقة الذي تحفزه عوامل كثيرة تختلف من شخص لآخر، منها التدخين وتناول بعض أنواع الأطعمة وقلة النوم أو كثرته وغير ذلك. ضربات الصداع النصفي أشبه بالنبضات، تدق عادة في جانب واحد من الرأس، شدتها تزداد تدريجياً ويصاحبها أحياناً شعور بالغثيان، ونسبة الإصابة بها أكبر لدى الإناث بسبب تأثير الهرمونات. هناك نوع آخر أقل شيوعاً وهو الصداع العنقودي، ضرباته تحدث نوبات قصيرة ومتكررة من الألم الحاد، تتركز غالباً حول العين. علاج آلام مطرقة الصداع يعتمد على الحالة ويشمل تناول الأدوية وتعديل نمط الحياة. دورنا الإعلامي بيحتم علينا أن تكون فقراتنا متنوعة وفيديوهاتنا زي ما حضراتكم بتتابعوا دلوقتي، وكلامنا للناس اللي في غفلة، في غفلة يعني ناسي نفسه شوية ومشغول في الدنيا ومشاغل الدنيا. إحنا متوسط عمرنا قد إيه؟ ففيديو توضيحي وتوعوي لكل المشاهدين بيقول بادر قبل أن تبادر، اعرف عمرك متوسطه قد إيه وإنت فنيت عمرك في الأول في إيه، شوفوا مع بعض. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 60 سنة هي متوسط العمر الذي يعيشه الإنسان، ووفق عملية حسابية غير معقدة فإن أكثر من ثلثي عمره ينقضي في أمور تتعلق بدنياه، فالإنسان يعيش في مطلع حياته 15 سنة هي مرحلة الصبا وعدم التكليف، وينام يومياً 8 ساعات فتنقضي 15 سنة هي ثلث عمره الأول، ويعمل يومياً 8 ساعات فتنقضي 15 سنة أخرى هي ثلث عمره الآخر، وبحساب تلك السنوات يكون الناتج 45 سنة قد انقضت فيما بين صباه ونومه وعمله، ولم يبق من عمره سوى 15 سنة عليه استثمارها واستغلالها فيما ينفعه،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. فإذا أضاع الإنسان هذه السنوات في اللهو والغفلة وأسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي ضاع عمره وصار مغبونا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فبادر قبل أن تبادر. اتكلمنا قبل كده عن الذكاء الاصطناعي AI وتطور الذكاء الاصطناعي، ومؤخرا في الوطن العربي روبوت بيحمل جنسية سعودية صوفيا. النهاردة احنا بنتكلم مع مبرمج سعودي طور من لغة الآلة وبقى الروبوت بيتحدث باللغة العربية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله. مسالم، كيف حالك؟ أنا مسالم، نموذج أولي لمشروع بحثي مدعوم من الجامعة السعودية الإلكترونية. تم صناعتي في السعودية، تم طباعة جسمي بتقنية الطباعة الثلاثية الإبعاد. السلام عليكم. ارفع راسك فوق، انت مصري، بلد الامن والامان والشعب الطيب والثروات الكتيرة اللي جدا موجودة على ارض مصر. من باب السياحة وتنشيط السياحة في وزارة السياحة وفي هيئة تنشيط سياحة، لكن افضل دور من وجهة نظري المتواضعة انت كانسان، انت كمواطن، انا وانت ايدينا في ايدين بعض لما نروح مكان نصور الايجابيات وننشرها كوسيلة من التواصل الاجتماعي زي السوشيال ميديا زي الفيسبوك او اليوتيوب. وثق الكلام ده من خلال موبايلك وانشر للعالم كله، قول ان دي مصر، دي مصر بطبيعتها وسياحتها وامنها وامانها، لكن هي طبعا كانت ظروف وكل العالم مر بيها ان كانت ناحية اقتصادية او امنية في ظل التطورات اللي حضراتكم كنتم متابعينها. لكن لو خدت حضراتكم دلوقتي وسافرنا لاسوان، اسوان بلد الساحرة الجميلة، استحالة تحس بملل. بعد الفيديو ده لكل مصري ينشره حول العالم. حديث الساعة من ساعات ماضية أنا وحضراتكم وكل العالم، ملايين على مستوى العالم كانت بتتابع فوز ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي بدوري أبطال أوروبا. لكن مين اللي جوه المباراة؟ يعني أكثر شخصية مشهورة ومحبوبة للمصريين والوطن العربي وأوروبا والعالم كله بأخلاقه وتواضعه ومهاراته وحبه للعمل الجماعي، كل الكلام ده بينحصر وبيختزل في اسم محمد صلاح الفرعوني المصري، فخر مصر والوطن العربي. مش عارف عين صابته ولا ايه، لكن هنشوف تقرير عن إصابة محمد صلاح ووجوده الفترة اللي جاية في كأس العالم.
ليه بيحصل الكلام ده مع الواد المصري الوحيد اللي حيلتنا اللي هو بيمثل المصريين. مو هو محمد صلاح. التقرير اللي حضرتك هتشوفوه دلوقتي عن اللاعب اللي حاول او بالفعل عمل اصابه لمحمد صلاح، مش احنا اللي عملنا التقرير، لكن اللي عمل التقرير محبي وعاشقي الكره المستديره حول العالم. شوفوا التاريخ الاسود للاعب راموس اللي اصاب محمد صلاح بهذه الاصابه. Augusto caught one there by Ramos, who's already been booked, and he's going to get a second yellow card, and he's going. Sergio Ramos sent off. He was already beyond double figures for red cards. Ну, весело для нейтрального болельщика, для болельщика Реала совсем не весело. Еще удаление Серхио Рамоса. Ох, какое тяжелое положение у Реала. А сейчас перед вторым таймом. Бог ты мой, вторая желтая карточка. Рамос так демонстративно поаплодировал арбитру. Но с чем здесь спорить? Фернандо Торрес. Con espacio. Dejó el balón un poquito atrás. Серхио Рамос. И vamos a ver por qué. Серхио Рамос tiene tarjeta. Sí. Y se va a ir a la calle. La segunda de Sergio Ramos, vio la primera en el minuto 5 de esta segunda mitad. Ahora Sergio Ramos ve la segunda, se queda con 10. Eduardo Iturralde González, ha tocado Sorrentino. Sergio Ramos, Sergio Ramos tiene tarjeta amarilla, se va a quedar con un futbolista menos también el Real Madrid. Bueno, 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 minuto 9. La había visto en el 4 Sergio Ramos, que está enfadadísimo con Eduardo Iturralde González. Bueno, bueno. Vaya partido. Sergio Ramos y Beto están fuera del partido. Claro, es que Sergio va ahí con el brazo, con los brazos abiertos siempre. Ya ese es Calleja. Ahí está Eliseu. Hace mucho tiempo que no interviene Eliseu. Vamos a ver por cara. Se puede haber dado un golpe en el rostro. Van los jugadores del Málaga. No, no, la ha pisado Sergio Ramos, pero la ha pisado sin querer. Sí, creo que ha sido sin querer, ¿eh? Vamos a ver por cara si levanta Eliseu. No. ¡Oh, roja directa a Sergio Ramos! Pues roja directa, Sergio Ramos, minuto 43 de la primera parte. Uy, Sergio se va directo. Uy, Sergio se va con sensación. La impresión que ha dado es que ha sido fortuito. Ha salido la, se ha asustado y todo cuando la ha pisado, no sé. Bueno, bueno, bueno. Es la sensación que me ha dado, ¿eh? Roja directa para Sergio Ramos. Pase, pero si llega a soltar el balón en vez de intentar seguir solo con él, yo creo que hubieran hecho mucho peligro. Vamos a ver por qué ha ido Sergio Ramos abajo con Xavi Prieto, la presión de Anoeta, y vamos a ver por qué Sergio Ramos tiene tarjeta. En efecto, Sergio Ramos ve la segunda amarilla. Había hecho dos muy con la tijera, muy espectaculares. Yo no sé si esta es merecedora de amarilla, pero estéticamente da toda la sensación, Emilio. Sí, no puede arriesgar tanto sabiendo que tiene una tarjeta amarilla. Aquí, Суворенье Мруи Фария. Так, а здесь что? У Рамоса была желтая. Да, красная. В меньшинстве остается Реал. Очень интересно.
was in 1994. Going to be a red card here, red card. It's already out. And spitting abuse at his national teammate. That's a nasty kick from Sergio Ramos. He absolutely blades through little Messi with a full machete. And he should get two yet red cards. That's... بعد الفصل الإعلاني هيكون معنا فقرتين حواريتين. كلامنا مهم جدا في موضوع القلب والأوعية الدموية. القلب والأوعية الدموية مع أخصائي دكتور رامي إسماعيل. الكلام ده طبعا مش مصريين بس اللي بيعانوا من موضوع القلب. العالم كله في أمراض للقلب في رمضان غير رمضان. الأكلات، الأدوية اللي بترفع ضغط الدم. كلام كتير جدا هنعرفه النهاردة فعلا. حوار شيق مع دكتور أخصائي رامي إسماعيل. لكن الحوار الثاني والأهم كمان في سهرتنا اللي احنا وعدناكم هنتكلم عن الوقفة الصحيحة، الوقوف الصحيح في الصلاة، وبرضو معلومات يعني جديدة على المشاهدين في موضوع الصلاة. الحاجة الثانية برضو اللي أثارت اهتمام مشاهدي توك شو بالعربي، تفسير الآيات وبساطة تفسير الآيات من منظور البساطة. يعني أنت عندك ملمح تاريخي لشخصيات داخل المصحف الشريف، لكن الآية 21 والآية 31 في سورة يوسف لازم حضراتكم تفتحوا المصحف وتقرؤوها بتمعن لحد ما يكون معانا ضيف اللقاء وحوار مفتوح مع دكتور شكري بدر، رجل أعمال والمفكر والكيميائي اللي أثار اهتمام مشاهدينه النهاردة. إن شاء الله هيكون حوار مفتوح، وبدعو حضراتكم بالاتصال المباشر في أي سؤال مع الدكتور شكري. أشوفكم بعد الفاصل. مرحب بحضراتكم، وقد ايه الفقرة دي ممتعة لكل السادة المشاهدين، وأنا أولكم إن إزاي نتعلم ونعرف يعني وقفة صحيحة في الصلاة والوضوء الصح، لأن احنا ممكن نكون بنصلي غلط، الصلاة تكون غلط. طب الكلام ده نعرفه إزاي؟ خلوني أرحب بالدكتور شكري. ازيك يا دكتور؟ اللقاء الثاني، والمشاهدين دلوقتي يعني منتظرين لقاء حضرتك. أهلا بيك وأهلا بيهم كلهم. النهاردة هنتكلم عن ايه بقى؟ هنتكلم إن شاء الله عن الصلاة والوقفة في الصلاة. بس ما حدش يعني يتصور ان لو وقف وقفه مش صحيحه تبقى الصلاه باطله. لا، احنا بنحاول بقدر الامكان، لان الصلاه دي احنا المستفيدين بيها مش سبحانه، لان سبحانه ما عندوش عجز ولا نقص ان احنا بنكمله بالصلاه. لكن الصلاه احنا مستفيدين فيها، فاحنا بنقول وقفه صحيحه ان احنا نستفيد بيها بقدر الامكان من الصلاه. وبنقول ان الصلاه ثنائيه القطب. يعني ايه ثنائيه القطب؟ يعني مرتبطه بالوضوء. مرتبطه بالوضوء؟ بالوضوء. والوضوء هنشوف دلوقتي ازاي ان شاء الله يكون الوضوء سليم، لان الوضوء بيعمل حاجتين. الوضوء بيدلك وبيعمل تنشيط لكل اجزاء جسمك الداخليه. تمام. وفي نفس الوقت بيكون حواليك طاقه منتظمه، طاقه الجسم. طب عبد الرحمن دلوقتي واقف صح الاول قبل ما نكمل؟ لسه هنشوف، لسه هنتكلم على الوضوء. لسه هنتكلم عن الصلاه. لا ما اقصدش الوقفه، يعني هو واقف كده قدام المشاهدين كقبله مثلا الاول. الاول لا، احنا الاول لا في الوضوء، لا نتكلم عن الوضوء وبعد ذلك نتكلم عن طيب الوقفه في الصلاه. طب اوكي اتفضل. الوضوء رقم واحد طبعا بنقول بسم الله، او تقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بايه عبد الرحمن؟ بنغسل الايه؟ ازاي؟ كده. شوف اول حاجه في غسيل الايد، انك انت لاحظوا هنا معانا في كف الايد اليمين واليسار، هنا كل اعضاء الجسم الداخليه. تمام. يعني هنا الراس، هنا القلب، هنا الكبد، هنا الكبد، البنكرياس، كل اعضاء الجسم عندك موجود هنا، وموجوده في القدمين، واغلبها موجود في الايه؟ في الاذن كمان. تمام. فانت ما بتيجي تقول بسم الله الرحمن الرحيم بقدر الامكان بتعمل كده، بتدلك ايدك كده كده كده، يبقى انت عملت ايه؟ دلكت هنا ودلكت هنا. وفي نفس الوقت يا ريت اما تعمل كده تقوم خلي صوابعك كده، يعني مش موضوع بس نزول ميه بس، لا لازم تدليك، لا كده لازم تعمل كده. اعمل كده يا عبد الرحمن، كده. ايوه انا عايز ايدك دي كده، شوف كف ايدك كده كده كده، وبعدين كده، وبعدين يا ريت تعمل كمان كده. تمام. يبقى انت دلكت ايه كويس قوي كل اعضاء جسمك الداخليه. تمام. وبعد كده ديت رقم واحد. بعد كده اللي هي الايه؟ المضمضه. بتتمضمض ازاي يا عبد الرحمن؟ لا اغسل كويس ونزل الميه كده. طيب واللي بعد كده الايه؟ استنشاق. استنشاق ازاي؟ لا انت بتحط الميه
كده وبترجع وترجعها تاني. ويفضل لو عندك جيوب انفيه ما تنزلش مناخيرك من تحت هنا قوي كده، هتتعب، هاتها من فوق كده. اه دي مهمه، دي مهمه جدا، تجيبها هنا ايه من فوق، من فوق، من فوق العظمه، من فوق كده. من فوق العظمه عظمة. ايوه. ويا ريت لو عملت حتى ناحيه وناحيه اخرى. أيوة. يبقى عشان ما يحصلكش اي حاجه في الجيوب الانفيه. تمام، معلومه كويسه. طيب رقم ثلاثة بتعمل ايه؟ لا وشك، الوجه، الوجه. ازاي الوجه؟ ازاي؟ لا الوجه، الوجه عبد الرحمن من تحت لفوق. لا بالراحه، مش كده، انت بتمسك الميه كده على وشك وبتعملها كده من تحت لفوق، مش تقوم جايب الميه كده على وشك كده، حط الماء على وشك، لا. او ترفع ايدك شويه فوق بتاني، مش عند الحواجب بس. لا لا، انت بتعمل كده، اعمل تاني بقى وشك. ايوه كده، تبقى عامل وشك لغايه فوق كده، كده تبقى عامل وشك. أيوة. كده يبقى انت عملت ايه؟ تدليك لوشك. ودائما الوجه حتى في المساج، حتى في اي حاجه، يبقى من تحت لفوق ضد الجاذبيه الارضيه. تمام، يبقى بتتحرك كده من تحت، يعني تعمل كده من تحت لفوق. ماشي، ده اللي هو غسيل الوجه. طيب الايدين، لا شوف الايدين تعمل ازاي بقى. الايدين تجيب الميه هنا في اول الايدين، ايدك اليمين، تحط ايدك اليمين كده وتنزل تحت كده وتدلك ايدك بس في اتجاه ده، دائما الحركه في اتجاه القلب. الحركه اتجاه، يعني انك انت بتحرك لاتجاه القلب عشان تنشط الدوره الدمويه. يعني انت ماسك، ما تعملش كده، لازم اتجاه القلب. حتى لما مثلا لو حتى لو بتعمل مساج في الظهر، ايوه، في النص التحتاني، دائما من تحت لفوق لاتجاه القلب. تمام، لكن انت لو عملت العكس ممكن تجيب للانسان هبوط. فانت بتعمل ايدك كده، بتميه من هنا بايدك كلها كده الميه، وبتنزلها كده وبتدلك لغايه هنا كده. تمام، انت ما دلكت كده، انت حركت وتدليك، مش الميه بس كده، بتدلكت جسمك كده. وهنا كمان انت لو اتحركت بايدك لغايه هنا كده، العضله دي اسمها الباش، بتبتدي من النقطه دي، يعني انت كمان دلكت الجزء ده كمان كده. ايوه، يبقى انت كمان لما وصلت لغايه هنا كده بايدك كده وعملت كده، الضغطة من هنا، الضغطة من هنا بتأثر على كل عضلة الباي ديت. تمام، اسمها الباي وديت التراي. يبقى انت دلكتها كلها. معلومة حضرتك النهاردة بقى المهمة، ان مش مية بس، لا هو تدليك، لا ومية كده، وبعدين بين الصوابع. انت ما اتفقوا عملت الصوابع. تمام، انت جبتها من فوق كده، ده كده. ايوه، اليمين وبعدين الشمال. تمام. طب كده الايدين، الايدين وبعد كده الرأس ازاي؟ خد بالكم هنا من حاجة، في نقاط هنا، مجموعة نقاط هنا وهنا وهنا، دي اللي بتنشط الرأس. النقاط دي فين؟ موجوده هنا بالظبط في الحته دي كده، نقاط هنا كده. أيوة. وهنا جنبين. وهنا كده، دي بتنشط الراس. فانت بتعمل ايه؟ ايدك هنا بتكون هنا في الحته دي كده، ودي هنا كده، اعمل بقى كده. ايوه، لا صوابعك دي كده بتتحرك هنا كده، بص على الكاميرا هنا. أيوة. كده وصابعك ده بيدلك المكان ده كده. ماشي، مايل كده، يبقى انت دلكت. أيوة. شوف انت مشيت مش جنب بعض كده، فروت الراس وطلعت كده ايدك ديت كده لغايه هنا كده، وبعدين تقوم نازل ايدك لغايه اخر الشعر. طب دكتور، ما عايزينها تاني برضه، هم بيقولوا عايزين نعيدها الجزئيه دي تاني. الراس، انا بس انا خايف اعملها بوظ شعر بس. لا الراس اللي هنا عند عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن، تعال انت كده عبد الرحمن، وانا اعملها بس انا كده. شوف عبد الرحمن، انا بجيب ايديا هنا كده. ايوه ممتاز، الصوره كده، وايدي هنا كده. ماشي، بعملها كده. يبقى انا المكان ده دلكت الحته دي كلها، اللي دلكت كل المخ دلوقتي كده وهنا كده. وعشان كده انت حتى ما تيجي تدلك كمان في المخ، دايما بيبقى اتجاه المخ. لو انت دلكت كده في المكان ده كده جامد هنا كده، نزل راسك كده يا شباب عبد الرحمن. لو انت لف كده، لو انت دلكت دايما كده عكس، انت ممكن تجيب الانسان هبوط. تمام، ان انت بعدت عن المخ، انت بتحاول في الجزء ده بتطلع فوق عشان توصل الدم الى المخ. ممتاز، يبقى هنا كده ده الشعر بايدك هنا كده، وعملت هنا كده كده. بين كل صلاه وصلاه يحصل فيه نشاط. لا ده مش نشاط، ده انت بتكون حواليك طاقه منتظمه رهيبه. ده في يعني في المانيا اكتشفوا ان في دكتور مش عارف بالظبط، مش فاكر، انجليزي الماني. تمام، كان بيعالج الناس بالطاقه. وحاليا في العلم الحديث بنقيس الطاقه حوالين الجسم، بيعرف الاماكن اللي فيها طاقه قليله شويه ان في هنا مرض. فاسل واحد نيجيري لقى الطاقه عنده منتظمه جدا، استغرب، انت ايه انت ايه اللي مش طبيعي فيك؟ قال له انا بتوضى وانا كذا. فتوضى قدامه وجاب ناس مش مسلمين اتوضوا بنفس الطريقه، اتكونت عليهم هاله منتظمه من الطاقه حوله. رائع. فهنا يبقى بعد الشعر بتعمل ايه؟ بتغسل الودان ازاي؟ لا شوف الودان تغسلها ازاي؟ الودان من الداخلي
للخارجي حسب التجويف. يعني انا بحط ايدي في وداني من الداخل. طب نشوف كده بص كده من الداخل من جوه حسب أيوة. التجويف بتاعك الاخر الاخر كله وانت في الاخر حاجه تقوم عامل مسك هنا كده، لان هنا ده هنا في حوالي يعني في الودان لوحدها حوالي 210 نقطه. طيب ناخد بقى الاذن الثانيه ولا لا؟ نفس مع بعض اهو ماشي مع بعض. انت يبقى ودانك من الداخل. ما يفضلش احنا نحط ميه جوه؟ لا لا انت ايدك فيها ميه بس كده اي مبلوله ميه كده. انت هنا من الداخل تعمل، لان هنا برضو كل اعضاء جسمك موجوده هنا في الودن. تمام. تعمل تنشيط، فانت من الداخل للخارج وفي اخر حاجه بتقوم عامل كده. طب عايزين نوضحها ثاني برضو. اهي ادي الودان من امشي مع التجويف من الداخل لعبد الرحمن. يمشي لا من ايد الثانيه عبد الرحمن. ايوه دي بالراحه. ايدك الاثنين حبيبي مع بعض. ايدك الاثنين مع بعض من الداخل للخارج. ايوه. واخر حاجه تقوم نازل وتقوم ماسك ايه بايديك بقى، ماسك الحتتين دول. ايوه نازل بيهم اللي هو تقوم ماسك الحتتين دول كده مدلكهم نازل بيهم تحت كده. ده اخر حاجه في الودان. ماشي. طيب تمام. بعد كده الرجلين تغسل الرجلين نفس الفكره بتاعت انك يعني ايه الدم بيتجه للقلب. تمسك رجليك من تحت تخلل الصوابع بالميه يعني هنتخيل دي القدم، انت بتخليها كده ولغايه العقب هنا الجزء ده كده. اغسل عبد الرحمن كده رجليك بالميه. لا اغسلها بالميه كويس قوي من هنا كده كويس قوي وتطلع لفوق توصل لغايه هنا. طب وريني كده نقلع الشراب. طيب ايه الشراب؟ ماشي. انت بتنزل الميه رجليك كويس قوي مظبوط وتدلك رجليك من هنا. دي الحته دي مهمه جدا في الجسم. تدلك رجليك من هنا. أيوة. كده وتطلع لغايه هنا كده. هنا كده دي بدايه عضله السمانه اللي هنا. يبقى انت دلكت كل جسمك من هنا. طيب ودي الرجل الثانيه. طيب لان انت شوف انت واقف طول النهار واقف كده الدم نازل تحت عشان الجاذبيه، فانت بتوديه ناحيه بتنشطه عشان يروح ناحيه القلب. يا حتى اتجاه التدليك برضه بيفرق. طبعا مهم جدا. وبتتكلم في اوعيه دمويه وبتتكلم في ضغط قلب وانت بتنشطه فبتتجه ناحيه الايه القلب. يبقى انت ده الرجلين كده انتهى الوضوء. الوضوء تمام. نبتدي بقى ان شاء الله في الصلاه. اول حاجه في الصلاه طبعا اتوضينا اتوضينا اتفضل. الوقت لما اقول لك عبد الرحمن انت زي ما يكون انت بتظبط تي في تلفزيون على ايريال زمان على ايريال الخارجي. صح. يقول لك اتحرك اتحرك يا عبد الرحمن كده لف. يقول لك لا الصوره مش واضحه اتحرك. الصوره حلوه الصوره وحشه الصوره وحشه الصوره كذا. وقفنا كده بس اقف الصوره اصبحت واضحه جدا. صح. هنا خد بالك ده اتجاه الكعبه ده مش اتجاه كده. انت متجه للكعبه للكعبه كده متجه للكعبه. اي اتجاه متجه للكعبه، لكن انت لما بتتجه كده يعني دي اقرب مسافه للكعبه. لان كره ارضيه كره ارضيه. صح. فانت في اي اتجاه فوجه الله انت باي اتجاه. انا واقف كده واقف كده واقف اي مكان انا بس هلف الكره الارضيه كلها، لكن من اتجاه من هنا اقصر مسافه اقصر مسافه للكعبه. تمام. يبقى انت وقفت كده. هنا في علم الشاكرات، الشاكرات ديت اللي هي مسارات هائله للطاقه. تمام. واكتشفوا في الانسان 7 اماكن للطاقه. تمام. وعلى فكره انا يعني انا ما درست الطاقه دي بالتفصيل والوقفات ديت عشان اتاكد. طبعا خد بالك القران هو اللي بياكد العلم مش العلم اللي بياكد القران. صحيح. وذهبت بدار الافتاء وسالتهم بتقول من ايه بنقول الوقفه كذا كذا، قالوا انت ما قلتش حاجه جديده، ده اللي قاله تماما الامام الشافعي. تمام بالظبط. والامام الشافعي تعلم من السيده نفيسه سيده العلوم. صحيح. اللي هي من ايه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذه هنا في الجسم الانسان هما في 7 شاكرات، شاكره بالكاف شاكرات اللي هي مسارات الطاقه. هنا فيه شاكره اسمها التاجيه في هذه المنطقه اعلى الراس. وديت الشاكره ديت اللي هي بتغذي الروح في جسم الانسان. بتغذي الروح؟ الروح، لان يعني الشاكرات الثانيه في شاكره في اسفل العمود الفقري. هذه الشاكره اسمها شاكره الجذر او شاكره القاع، ودي المسؤوله عن جسم الانسان موجوده تحت خاص في العمود الفقري. وفي شاكره ثانيه اسمها شاكره تنهوت في العجز تحت السره ب 5 سم وداخله جوه 5 سم، ودي هنا ودي لونها برتقالي. وفي شاكره هنا عند المعده اسمها الضفيره الشمسيه. وكل واحده من دول لها اكل معين. تمام. يعني بس يدفعوا فلوس وبعدين يقول لهم الاكلات ايه بس مش هنا. وبعدين في الشكر هنا بقى شكره القلب الشكره الخضراء.
دي مهمه دي عندنا دي مهمه جدا دي هنحتاجها جدا في وقفه الصلاه الصلاه الشكر طيب. الايه الخضراء نوضحها كده طيب عشان هنقولها هنقولها هو بيحط ايديه فين يحطها هنا الشكر الخضراء ديت اللي بتديك هنقولها بعدين طيب وهنا شكرة الحنجره دي ازاي تتعامل مع الناس والصوت بتاعك وفي شكرة هنا بقى ديت العين الثالثه اللي هي تحت الناصيه ناصيه كاذبه في المكان ده ربناك وديت هنا وبعدين في دي لونها زرقاء ودي لونها اللي هو النيلي ترابي وديت بقى الشكره اسمها الشكره البيضاء اللي ليها علاقه بقى بالصلاه هم كلهم هنا. كلهم هنشوف دلوقتي الشكره خد بالك يعني السبع شكرات الارقام الفرديه خاصه بالرجال وهي عباره عن ايه ان الرجاله بتطلع الطاقه الداخليه طب روح وتعالى بسرعه روح تعالى روح وتعالى الشكره السبع شكرات الفرديه منهم للرجال اللي هي عباره عن ايه الطاقه من الداخل الى الخارج عشان كده الراجل بيحب يسيطر على المكان اللي حواليه صح يعني الراجل بيحب يسيطر على المكان اللي حواليه فبيخرج الطاقه من الداخل الى الخارج ولكن الشكرات الزوجيه دي خاصه بالنساء اللي هي عباره عن ان هم بيتاثروا قوي بالجو الخارجي للداخل لذلك تلاقي السيدات بيحبوا يقعدوا في الاماكن الحلوه المناظر الجميله لان هم بيكتسبوا الطاقه منها صحيح عندهم طب انا بس يهمني عشان ما اخرجش عن الصلاه موضوع الوقفه هعمل دلوقتي انا سريعا جدا انا اول حاجه بتجه للكعبه ولما بقول الله اكبر بعمل ايديا هنا كده بنفس الشكل التاجي ليه علشان اجمع الطاقه اللي داخله الجسم من هنا لان هذه الشكره اللي هنا اللي بتدي الطاقه الايجابيه للجسم الله اكبر الله اكبر ايديا هنا كده تمام كده بالظبط تمام وطبعا لازم اقرا الفتحه ونعرف بعدين مره ثانيه ان الفتحه هي المفتاح اللي بيفتح هذه الشكره بيوسع المسام هذه الشكره وبعد كده بحط ايديا فين الشكره اللي اسمها الشكره الخضراء اللي هي فين اللي هي في نص كده فيه ثلاثه فوق وثلاثه تحت تمام هذه الشكره الخضراء اللي هي بتدي الحب والطمانينه والراحه النفسيه الحب والطمانينه والراحه النفسيه لذلك لما تلاقي اي امراه بتتخض بتعمل ايه بتعمل ايه تخبط هنا كده لان هذه الشكره وبالعلم صورناها طلع لونها خضراء ايه طاقه فيها خضراء فانت بتحط ايدك هنا دي طاقه سالبه طاقه موجبه سالبه بتحط ايدك الاثنين فوق بعد فم المعده اول مكان فيه عظم هنا تمام وخد بالك ده مش مكان القلب ده مكان الفؤاد لان في فرق بين القلب والفؤاد القلب اللي هو البطن والاذين اللي هو الجسم لحمه لكن الفؤاد هو الاحساس احساس الاحساس اليد الشمال دي في ناس بتحطها فوق لا لا في ناس بتحطها تحت عند البطن لا ما هو ده عشان خلي اي حد يجرب لا بتكلم في الخطا الاول الخطا الاول ايه في ناس كتير جدا بتعمل أيوة كده تحت ناس بتعمل كده ايوه خد بالك انت جربها مع نفسك هتلاقي المكان الوحيد اللي بتحس بيه بالخشوع ومش حاسس باي حاجه هذا المكان فقط ايدك الشمال هنا فوق اول عظمه هنا فوق هنا ايوه هنا كده ايدك الشمال فوقها الايد اليمين واقف عبد الرحمن كده حبيبي يا دكتور بص دكتور تحتنا يحس بملل او يكون يحس بزهق انت بقى ممكن ممكن تسرح ان بطنك مليانه اكلت النهارده ما اكلتش أيوة. لان مش عارف ايه ماشي. تبقى قاعد منتج لكن المكان الوحيد ما تحسش بجسمك تماما يبقى انت مفرغ لاستقبال الطاقه الايجابيه فقط هذا المكان اقف كده يا عبد الرحمن انك انت بتعمل ايه ايدك الشمال هنا كده واليمين فوق ديت فوق دي كده وهنا فوق بالظبط هنا كده اول عظمه هنا كده عند العظمه بالظبط واقف هنا يضغط كده عند العظمه الناس تشوف تحس بالاحساس ده تحس براحه نفسيه رهيبه ومش هتحس لا تحس بايديك ولا بالبطن ولا باي شيء مع ملاحظه انت بتبص هنا مكان السجود النظر مكان السجود في ناس بتكون مغمضه لا لازم تبقى بصه مستقيم لازم تكون مفتح عينيك في كل الصلوات لازم تكون مفتح عينيك لازم اقول هقول لك ليه دلوقتي مفتحك ليه لانك حتى الواحد لما بيلعب جيم يقول لك اوعى تغمض عينيك عشان تفضل الدوره الدمويه شغاله ما توقفش الدوره الدمويه حتى في اهل الكهف لما قعدوا نايمين 300 سنه كانت عينيهم مفتحه عشان الدوره الدمويه تستمر ما توقفش صح ليها علاقه بالدوره الدمويه وحاجه ثانيه انت لما تكون يا عبد الرحمن باصص انا باصص ناحيه محل السجود باصص فين طيب هتفضل دايما في الركوع وفي السجود باصص في نفس المكان
ليه؟ في الركوع والسجود نفس المكان. انا المكان بتاعي هنا كده انا واقف كده لما بركع كده اركع كده معاه كده انا ايه انا نفس المكان. نفس المكان لما تيجي تقف تاني نفس المكان نفس المكان ولما تيجي تسجد في نفس الايه المكان مع ما اعتبار حاجه من الاول فيها اعجاز دي يا دكتور طبعا هقول لك دلوقتي عشان ايه وانت واقف تكون واقف رجليك عامله كده وحاطط كل رجليك على الارض رجليك كلها على الارض كلها بقدر الامكان على الارض وثبتها في الارض ليه في ناس بتقفش على رجلها لا اللي قاعد بقى اللي قاعد على كرسي يحط رجليه برده على الارض تمام ويكون قال على الحذاء برده ليه انت لما بتقف كده انت لما الطاقه الايجابيه بتنزل من الشاكره اللي هي في البيضاء وبتنزل الى في اخر حاجه اخر فقره في العمود الفقري فهذه الطاقه بتنزل الطاقه السلبيه عن طريق رجليك الى الارض ممتاز والارض بتاخد منها بتتعامل زي ايه بتفرغ الشحنه يعني. زي الشجره الجذر انت جذر عارف الشجره لها جذور صحيح تبقى انت جذور في الارض يبقى انت واقف بتاخد طاقه ايجابيه من بطن رجلك وكعب رجلك تحت من تحت كله هنا كده يبقى انت واخد طاقه ايجابيه من السماء وطاقه نورانيه من القران وهنا في اخر شكره ديت اللي اسمها شكره الجذر او بيسموها شكره الذنب اللي هو اخر جزء في العمود الفقري تمام فبينزل الطاقه السالبه في الارض وبياخد لو في طاقه ايجابيه بياخدها من الارض طيب احنا دلوقتي عندنا الاعجاز بقى في موضوع النظر للسجود مش عايزين هقول لك بسرعه جدا انت في حاله الركوع بتعمل ايه افتح رجلك شويه عشان تكون ثابت انت هنا عامل حاجات متساوي كده انت متجه بتاخد الطاقه الايجابيه من الكعب ماشي بتمشي هنا بظهرك وبتطلع الطاقه السالبه من نهايه العمود الفقري تمام وفي نفس الوقت ركبك من الاماكن الضعيفه في الجسم فانت ايديك ديت بتشحن ركبك في نفس الوقت الضغط اللي بتحصل دي صح يبقى انت عملت ايه انت بتاخد طاقه ايجابيه من هنا تمام وبتمر هنا بجسمك وهنا بتتوزع للجسم كله والطاقه السالبه بتخرج هنا من اخر شاكره هنا تمام وفي نفس الوقت انت بتشحن الركب بتاعتك من تحت تمام يبقى طيب انت وقفت كده خلاص السجود النظر النظر. النظر انت واقف كده بصيت نفس المكان اركع كده لا خليك في الركوع في نفس المكان يبقى انت بصيت على نفس المكان وانت كده وانت تحت خالص يبقى لو عندك قصر نظر او طول نظر انت بتعالجه الله ده اللي احنا مستنيينه بقى يبقى انت بتعالج العلم هنا بقى في النظر للسجود بتعالج واخد بالك يبقى انت هنا ايه بتعالج يبقى بعد كده اسجد بقى عينك مفتحه شوف هنا في حاله السجود انت عملت اربع حاجات في وقت واحد اربع حاجات في السجود رقم واحد انما في حاله السجود معلش يا عبد الرحمن السجود الدم بتاعك عشان الجاذبيه نزل فين في المخ فلما الدم نزل في المخ اتسعت الشرايين اللي موصله الدم للمخ يبقى حصل في اتساع للشرايين صحيح رقم واحد لانك انت لما بترجع تاني بتضيق يبقى انت عملت للشرايين صح. طيب تاني حاجه نظرك تحت لو فيه لون اخضر او احمر النظر هو مفتوح بياخد الطاقه الايجابيه للجسم من مجرد انت بتبص وتشوف لون الاخضر او الازرق بيمتص منه الطاقه الايجابيه تمام. بعد ذلك وانت واقف كده الدم عشان الجاذبيه ما بيوصلش للاطراف في الشعر فانت كده الدم وصل لكل الاطراف رابع حاجه ناصيه كاذبه الناصيه الكاذبه اللي هي هنا الشقره دي عند الجبهه دي بالظبط دي اللي فيها الكذب وفيها الخوف وفيها الغرور فيها كل السيئات فانت لما بتنزل كده انت بتنزل الطاقه السالبه في الارض وبتدي طاقه ايجابيه مكانها رائع عشان كده بتلاقي احيانا في السجاده بتاعتك محل السجود هو دايما اللي بتبير بسرعه صحيح على رجليك لا صحيح ارجع تاني يا عبد الرحمن كده لا اقعد كده ما تعملش كده تقوم راجع تاني بسرعه كده خليك شويه كده ليه عشان الدم يلحق ينزل مزبوط. عشان الشرايين بتاعتك تبتدي تضيق تاني يبقى انت عملت لها ايه عملت لها لك وسعت وضيقت الشرايين عشان تمنع التجلط تهدى شويه تدعي دعاء وبعدين تقوم قايل مثلا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا اي دعاء انت بتدعيه تهدى شويه وبعدين تنزل تاني وترجع تاني وانت في النهايه بتقرا التحيات صباعك بيكون فين يا عبد الرحمن؟
شوف صباعك يكون كده طول التحيات. ليه؟ انت ما بتيجي تقول لحد اسكت بتشاور له او اعمل كذا بتعمل بانه صباع. صح، ارفع صباعك كده يا عبد الرحمن. ده ان هو هذا هذا الصباع هو اللي فيه كل جهاز الارسال بتاعك. في اكبر طاقه هنا في جهاز الارسال بتاعك. تمام. فانت لما بتعمل كده يبقى انت ده جهاز الارسال بتاعك متجه ناحيه الكعبه. فبياخذ الطاقه الايجابيه من الكعبه. شو ادق التفاصيل، سبحان الله. يبقى انت وقاعد بقى خد بالك، ولو الكلام ده حسيت به بجد اتوضيت، جسمك اتدلك كله من الداخل، جسمك من الخارج خدت طاقه ايجابيه هتحس بيها بجد. يعني هتحس بيها، تحس ان جسمك فاق وانت بتصلي، حس بالطاقه ديت هتوصل لك كلها ان شاء الله. تمام. طب انا بدعو الساده المشاهدين للمشاركات، احنا نطلع فاصل دلوقتي عشان نستكمل بقى صوره يوسف. صوره يوسف ان شاء الله بعد الفاصل في مشاركات مع حضراتكم، ارقام على الشاشه، اسالونا في موضوع الصلاه اي تفاصيل حضراتكم حابين تسالوا عنها. وموضوعنا النهارده استكمالا لتفسير الايه رقم 23. وايه تاني؟ احنا عندنا الايه 23 اللي هي روضته. ايوه، و 31. 31 وفي وقت تاني ممكن نشرح الايه اللي هي نشوف موقف العزيز لما قال ليوسف اعرض عن هذا وانت استغفري لذنبك. يلا نشوفكم وقت نقولها ان شاء الله. نشوفكم بعد الفاصل، استنونا وشاركونا باتصالاتكم. شكرا. لسه مكملين مع حضراتكم طبعا فقره شيقه جدا. بدعو كل مشاهدي توك شو بالعربي التواصل معنا من خلال الارقام اللي هتكون ظاهره على الشاشه، وتحديدا رقم الموبايل اللي هيكون عندكم عشان سرعه التواصل. اذا كان عندكم اي اسئله في الفقره الاولى اللي كانت عن الصلاه والوضوء مع الدكتور شكري بدر. الحاجه الثانيه استكمالا لتفسير الايات بكل بساطه مع الدكتور شكري بدر سوره يوسف. دكتور النهارده ايه؟ ايه عندنا ان شاء الله الايه رقم 23 اللي هي وروضته التي هو في بيتها عن نفسه. وبين كل واحد والتاني صمام، ربنا خلقه عباره عن حتتين لحمه كده وماسك فيهم حبال صغيره بيسموها باللغه العربيه نياط القلب، تخلي القلب لما يفتح الصمام يفتح، يجي يقفل تاني تقوم الحبال دي ماسكه عليه عشان ما يقلبش. والصمامات دي شغاله بتدق مع القلب باستمرار 70 مره في الدقيقه، يعني 100 الف مره في اليوم، يعني حوالي 35 مليون دقه في السنه بدون توقف. مفيش عضله في الدنيا ما تتعبش كده. سبحان الله. في 60 70 سنه بقى زي ما انت عايز. ويوريك حتى شكل الصمامات دي في الحقيقه بكاميرا فيديو. ده اول صمام فيهم اسمه الصمام الثلاثي، عباره عن ثلاث شرفات كده او ثلاث بيبان بيفتحوا مع بعض. وده ثاني صمام فيهم اسمه الصمام الرئوي اللي بيودي على الرئه، برضه عباره عن ثلاث فتحات يفتحوا كده فالدم يعدي يجي يقفلوا تاني. ده تصوير حقيقي. ده تصوير حقيقي. أيوة. بكاميرا حقيقيه مش مزبوط. انيميشن مظبوط. وبعد كده ده الصمام المترالي، مشهور قوي من اكتر الصمامات اللي فيها اصابات، وده بيبقى بوابتين بس، ده الوحيد اللي فيهم بوابتين بس، الباقي كله ثلاث بوابات. واخر واحد فيهم الصمام الاورطي، واحنا كده كاننا داخلين جوه الشريان الاورطي وبنشوف هو بيفتح ويقفل، يفتح فالدم يعدي ويقفل فالدم ما يرجعش تاني. ودي النياط او الحبال بتاعت القلب اللي ماسكه الصمام عشان يفتح وما يقلبش الناحيه الثانيه. ومن بره القلب بقى، دي اخر شوط في الفيديو، في الشرايين التاجيه بقى، الشرايين اللي حوالين القلب اللي بتغذي القلب بالاكسجين عشان يقدر يشتغل كل الشغل ده، ودي اللي عليها الكلام، ودي اللي بتصاب بالامراض، ودي اللي هنتكلم عنها النهارده في فوائد الصيام للقلب. بس كده رائع، فيديو جميل. نقول سبحان الله. سبحان الله. أنا عندي سؤال. اسأل. مين هو مريض القلب؟ مين هو مريض القلب اللي هو يبقى ماشي في الشارع نقول ده عنده القلب؟ ايوه. لو حاجه من الحاجات دي بايظه، يعني اولهم واشهرهم الشرايين اللي جت في اخر صوره دي. تمام. شرايين كده زي العروق اللي ماشي على ايدي دي كده، في شرايين بتغذي الرجل. الشرايين؟ الشرايين دي تبقى ضيقه، تتسد، تخش جواها دهون. من السجاير، من اكل الدهون، من قله الحركه، من السكر، من الضغط، من عدم الرياضه، من الاكل والنوم، من عدم صلاة الفجر. على فكرة وجدوا ان اكتر الحاجات اللي تفيد شرايين القلب وتخليها ما تتسدش هي انك تصحى تصلي الفجر، زي ما كنا بنسمع من فقرة من شوية فوائد الصلاة. صح. اساسا 90% يعني جزء كبير جدا من ازمات القلب، واحد يجي له ازمة في قلبه يقول ويطلع ويروح على المستشفى، بتحصل الصبح بدري على الساعة 7 8 كده في بداية النهار. ووجدوا ان السبب انك لما بتنام بالليل الدم بيقعد يتجلط يتجلط لحد ما تصحى على جد. واللي يمنع الموضوع ده انك تصحى في نص الليل تقطع النوم، فما تخليش الدم يتجلط لحد تاني يوم، حتى لو نمت تاني وصحيت بعده. بتحد من سكتات القلبيه كتير قوي 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 طبعا قوي. اثبتت بابحاث معموله عند ناس غير مسلمين اللي يصحى في الوقت ده بيحد من سكتات القلبيه. بالظبط. انك نمت الساعه 9 10 11 زي ما نمت
ما تفضلش نايم لحد 7 8 9 الصبح هتصحى على ازمه. لا اصحى في اي وقت بالليل، ويفضل يكون في اي وقت من 3 ل 5 اللي هو وقت الفجر والقيام والاستغفار، وتعمل اي حركات، ويفضل تكون حركات فيها ان راسك تطلع وتنزل، وتكون غاسل اطراف جسمك اللي هو يعني تتوضى وتروح تصلي وتيجي تاني. فده يفيد القلب جدا، جلطات القلب بتقل قوي. اللي عندي من العيانين عنده ازمات قلب كتير بيصحى عليها، اقول له اصحى صلي الفجر ونام. طب في لا في البدايه احنا كنا بنتكلم عن تفاصيل القلب زي ما حضرتك قلت. طب احنا لو في عمليات جراحيه ومع تطور الابحاث والعمليات نقلنا قلب من شخص لشخص تاني، تمام، بتنتقل معاه بقى العواطف و حلو بقى انت دخلت في حتت يعني جامده. زمان كانوا يقولوا لا هو القلب ده ايه، حته لحمه، نقلت ايد لايد، نقلت ودن لودن، انا مال انا تتنقل ولا يتنقل حاجه يا عم، ده حته بتاع في بتاع. لا طلع ان القلب له وظائف اخرى غير انه حته مضخه. احنا لو شلنا القلب وحطينا مضخ صناعي وقد تم هذا، وشلنا القلب خالص ورميناه، يموت الانسان. لدرجه ان كل العمليات اللي فيها قلب صناعي بنسيب القلب بتاع ربنا جوه. صحيح مش بيدق او بيدق بالراحه قوي والمكنه الثانيه شغاله اللي هي المكنه الصناعيه المعدنيه دي، بس هو موجود لان لقوا فيه خلايا عصبيه، ولقوا فيه اتصال بالمخ، ولقوا فيه حاجات اكتر بكتير من انه مجرد بيضخ دم، مش مضخ الدم بس. بس عشان كده الواحد احساسك وشعورك لما يتغير تتغير دقات قلبك ويتغير الريتم بتاع قلبك. معنى كلام حضرتك يا دكتور مثلا ما دام متصل بالعقل ممكن يكون في ذاكره داخليه للقلب، وهذا صحيح كتير قوي على فكره. يعني مثلا كنت في مستشفى رويال برومتون مره في انجلترا، ففي قسم هناك لزراعه القلب، ففي جولنا العيانين عشان يتابعوا. فقعدت مره مع مريض من المرضى، فبقول لزوجته بقول له انت لما عملت عمليه زراعه القلب ما سالتوش هو خد قلب من مين؟ هو كان واخده من حد متبرع من الهند. فسالته انت اتغيرت بعد العمليه؟ قال لي لا هو ما يعرفش حاجه. فسالت زوجته قلت لها هو اتغير بعد العمليه؟ قالت لي اه اتغير جدا، كان انسان هادي كده، ويقعد مثلا يسمع موسيقى هاديه، يقعد جنب الجنينه يتامل في العصافير. لا دلوقتي بقت الموضوع مختلف، بقى يقعد يسمع حاجات زعيق وضرب، ويتفرج على افلام اكشن، كان يحب الاكل اللي ملوش طعم، دلوقتي بقى يحب اكل سبايسي وشطه. لما بصيت على الراجل الهندي ده لقيته كان بتاع اكشن ويحب مش عارف افلام وياكل اكل مشطشط ومش عارف. تغيرت حاجات كتير من شخصيته في شخصيه الراجل ده، وهذا حقيقي شفته انا بعيني، وده بيتم عليه ابحاث. بس المشكله ان فعلا معظم الابحاث اللي ماشيه في السكه دي هتخلينا نقول بقى ان الايات القرانيه اللي بتقول ان القلب بيتفكر ويتعقل صحيحه، فده مش عاوزينه قوي، نخاف منه قوي. فاهم قصدي انك طيب. تثبت حاجه لكن يقبل علم انه يثبت كده زي صلاه الفجر كده، فاهمني ازاي؟ سبحان الله. ففعلا القلب ليه وظائف تانية غير انه يضخ. طب بما ان احنا في رمضان دلوقتي، حكمه بقى الصيام وعلاقته بالقلب؟ كويس ممتاز. افتكرت الحديث بيقول ايه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. فالثانيه بقى ايه، وهل يكب الناس في النار على قلوبهم الا حصائد افواههم. يعني البق ده هو اللي يجيب القلب، يعني كل ما هو ليه علاقه بشرايين القلب المسدوده اللي انت كنت بتقول لي واحد مريض قلب يعني ايه. أيوة. او ممكن يكون مريض العضله ضعيفه، مريض الصمام بايظ مش بيفتح او مش بيقفل ضيق او في ارتجاع. لكن اكتر سبب تلاقي فيه واحد بيقول عليه مريض قلب او اكتر عيانين قلب في معهد القلب مثلا ان تبقى الشرايين اللي بتغذي القلب ضيقه. واكتر سبب يسد شرايين القلب البق ده. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى ان كل حاجه خاطئه من عادات غذائيه الصيام ظبطها هي دي اللي بتبوظ القلب. بمعنى يعني خمس حاجات يبوظوا القلب بيسموهم العلماء عوامل الخطوره. يعني مفيش حاجه تسد شرايين القلب يعني وتجيب لك امتناع عنه وتفتح قوس تقول حاجات. صح يعني بالظبط كده. عشان كده الصيام يفيدهم، لان الخمسه دول من الاكل. اول حاجه فيهم السكر، والسكر ده من الاكل اكتره. السكر النوع الثاني، واحد تخين وما بيتحركش كتير فيجيله سكر. تمام. يعني لو هو بيتحرك كتير وبياكل قليل وما بياكلش حلويات ورفيع ما كانش جاله سكر، حتى لو كان فيه وراثه شويه، بالذات سكر النوع الثاني. اتنين، الضغط، اكل الملح والاكل اللي فيه الحاجات الزيتيه والمحمره، واكل الشارع، وقله الحركه، واكل المشروبات وشرب المشروبات الغازيه والمعلبات فيها صوديوم ترفع الضغط، يبقى من البق اهو. تالت حاجه الكوليسترول، ان الواحد بقى ياكل سمنه وزبده وقشطه وليه ودهن وما يتحركش. رابع حاجه التدخين، وخامس حاجه قله الحركه. ودي بقيت اشوفها كتير قوي، بقيت اشوف ناس شباب كده ثلاثينات وعشرينات جاله جلطه في القلب. طب ليه يا عم انت عندك سكر ضغط كوليسترول بتشرب سجاير؟ لا انا بلعب جيم كمان. امال ايه؟ بياكل وينام، بقاله خمس ست سبع سنين بيتاخر في الشغل زيك كده، اول ما يروح تاكل وتنام. بتعمل الحركه دي؟ بتحصل. طب خلي بالك كل الناس بتشتغل في المجال في الميديا، فدي غلط. على قد ما تقدر ما تعملهاش، لان هذا يضر القلب اكتر من التدخين. المفروض كام ساعه؟ يعني على الاقل ساعتين ثلاثه، او على الاقل يا سيدي انا بعمل ايه مثلا، اخد اكلي في لو قدرت يعني في المكان اللي انا هشتغل فيه، بحيث ان الوجبه الرئيسيه تبقى بالنهار.
لكن بالليل يوم ما احب اكل في الايام العاديه يعني غير رمضان لو هاكل يبقى اكل حاجه خفيفه وانام. حتى السحور في رمضان ما يفضلش تدبها قوي، يبقى اسمك السحرت زبادي طبق فول صغير كوبايه لبن رايب وخلص، يعني اخر حاجه تدخل المعده بساعتين. طب اللحوم ممنوعه؟ يفضل انها ما تبقاش هي الوجبه الاخيره اللي قبل ما تنام، يفضل الحاجات الخفيفه خليها في وجبه النهار بس. طيب مرضى القلب ما يقدروش يعملوا ايه؟ كويس. لو هتكلم عن مريض القلب عشان ما يبقاش الكلام بقى عايم، انا بتكلم على مريض القلب اللي عنده شرايين قلب ضيقه. خلاصه الكلام كده، هو الواحد يعرف منين ان شرايين قلبه ضيقه؟ صحيح يعني انا دلوقتي مثلا شرايين قلبي شعرفني ان ضيقه ولا مش ضيقه؟ اعمل اشعه مثلا على شرايين القلب اعرف ضيقه ولا مش ضيقه؟ في اشعه على شرايين القلب اسمها اشعه مقطعيه على شرايين القلب بالصبغه، ثمنها 2000-3000 جنيه، واخد صبغه واتعرض لاشعاع هضيع نفسي يعني عشان اعرف؟ لا، في طريقه ثانيه اعرف شرايين قلبي ضيقه ولا لا، ان انا اعرف عندي اعراض ولا لا. هي ايه اعراض اللي عنده شرايين قلب ضيقه؟ انه ما يقدرش يعمل مجهود، ولو عمل مجهود زياده مشي بسرعه مد طلع سلم ساعتها القلب بيسرع، فانت لما بتمشي بسرعه القلب بيشتغل، فلما القلب يشتغل المفروض الشرايين اللي حواليه دي بتدي له دم تغذيه. طب ولو ضيقه مش قادر تغذيه يوم يجي لك الم يوقفك، يسموه زمان الذبحه الصدريه عشان كان بيبقى عامل زي الذبح، بس مش شرط زي الذبح، قفشه سكينه حجر حرقان تخليك وانت ماشي تقف، واول ما تقف تفك في منطقه معينه، ده معناه الدور الثالث الرابع لا 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 في منطقه معينه في الجسم انت لا في نص الصدر، نص الصدر كده غالبا مش في الشمال. بالمناسبه 90% من الاوجاع اللي بتبقى نخزه في الشمال دي مالهاش دعوه بالقلب، ده بيبقى وجع في عضلات الصدر ولا حاجه. لا لا لا، الوجع الثاني اللي من القلب يجي لك وانت ماشي ويخليك تقف، واول ما تقف يفك زي ما انا عملت كده، يسمع في الرقبه عشان كده يسموه ذبح، او في الدراعات او في الظهر او بين الكتفين. بس المهم انه يجي مع المجهود، واول ما تقف يروح. لدرجة قلت مرة مقولة حلوة قوي، ودي مقولة كده تنقذ حياة ناس، ان لو واحد جاله اي وجع في صدره بس خاصة لو كان يعني انسان عنده مشاكل تجيب له القلب، واحد عنده 40 سنة وانت طالع عنده سكر عنده ضغط عنده كوليسترول بياكل دهون بياكل وينام تخين، ابوه وامه جالهم جلطة في القلب وجاله وجع في صدره، نار سكاكين يا اولاد حجر مش قادر هرجع عرقت، هذه جلطة الى ان يثبت العكس. ما تروحش تقول لي اصل حموضه اصل ماشي قول اللي تقوله، بس عالجه على انها جلطه لان دي اللي هتموته، الحموضه مش هتموته ومش في المعده، انت رافع ايدك فوق عن صدرك بالظبط كده. وحتى لو ساعات بتبقى على شكل حرقان والطبيب اللي مش واخد باله قوي يقول حرقان فين في الحته دي يعني حموضه، يلا خد فوار اديله فوار بس عالجه برده من المعده مش خاصه المعده. نعمل ايه ساعتها بقى لو عنده جلطه؟ اول حاجه اعملها وممكن اعملها في البيت وانا قاعد في الشقه باتنين مليم، ان انا اخد اسبرين، اسبرين بتاع الاطفال اللي هو الاسبوسيد ده، الاسبرين اللي بيتمص ده بتاع الصداع بتاع السيوله، بيعمل سيوله في السيوله، اخد 5 وحدات من الاسبرين بتاع الاطفال وارقشهم، او واحده من الريفو، ما هو الريفو اللي هو بتاع الصداع ده يعتبر 300 ملي اللي هو 5 من الاسبوسيد اللي هو 75 ملي، واخدها ارقشها. يوم يعمل ايه؟ تعمل سيوله في الدم، يوم يحصل ان الجلطه تفك لحد ما اروح المستشفى ويعملوا لي رسم قلب ويتاكدوا دي جلطه ولا لا. طب نفرض بقى رقشت ال5 اسبوسيد ولا واحده ريفو وما طلعتش دي جلطه، اموت ولا حاجه، كانك خدت واحده ريفو للصداع. عملت سيوله، عايز اعرف بس معنى السيوله يعني ايه؟ السيوله يعني الدم ياخد زايد شويه. تمام، احنا عايزين نوضحها. ناخد الوهاب، اتفضل. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، معاك الدكتور، اتفضل. سؤال حضرتك ايه؟ بخير يا دكتور. ازيك يا استاذ عبد الوهاب، عامل ايه يا فندم؟ الله يخليك يا فندم، اولا انت منورنا. الله يخليك وربنا يعينك ويزيدك. الله يبارك لك يا فندم، وانا مبسوط جدا جدا من القناه دي العظيمه اللي اتاحت لنا الفرصه اللي احنا نشوف شخصيات كويسه. ربنا يبارك فيك. شخصيه مثل الدكتور اللي معانا على الشاشه اللي منور. شكرا للمذيعين المحترمين والفريق المحترم والدكتور عبد الحليم استاذنا، يعني انك انت حاطط لنا رقم. الله يحفظك. انا على فكره انا بسمعك من التليفون، الاستاذ وليد اللي حضرتك مدينا الفرصه جميله. شكرا. متاحه بتليفون 010 على قد حالنا مثلا. بنشكرك. بنشكرك 011 و12 و15 حاج شكرا عظيم جدا بدر الراجل اللي احنا متعودين دايما اللي احنا بنشوفه كل خير. والقناه دي حقيقه لولا ما انا عرفت ان تواجدكم النهارده عليا انا ما كنتش بحثت قعدت ادور ساعه باكملها علشان انا اجيبها. ما شاء الله، الله يعينكم وكل عام وانتم طيبين. الله يحفظك والله يزيدكم ومزيد من الانجازات يا دكتور. تسلم يا استاذ عبد الوهاب، اتفهم منك اللي احنا مش عارفين نتواصل اليك فيه. شكرا 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 يا فندم، ربنا يخليك. ده راي الجمهور. طب كويس والله، حاجه حلوه بقى. في حد او ناس عارفه السيوله يعني؟ في السيوله يعني الدم يبقى سايل يعني عكس ان انت في تجلط. التجلط بالظبط، التجلط ان عشان كده انت بتخاف من ايه صحيح من الصيام في مريض القلب؟ ان الدم يتجلط. هو مريض القلب او اي مريض او انت حتى بتتضايق من ايه في الصيام؟ من الجوع ولا من العطش؟ من العطش. طيب. عادي انا اقدر اقعد كذا ساعه من غير جوع، ممكن احنا في الايام العاديه بنتغدى الساعه 5-6-7، لكن القصه في العطش. فانت بتنبه شويه على مريض القلب انه ما يبقاش دمه متجلط، لاحسن كمان مع العطش والعرق ينشف يعمل جلطه. طب اعمل له ايه يا فندم؟ اعمل له 3 حاجات يخلوه ما يعطش قوي. اول حاجه
اشربه ميه كتير، يعني اول ما يدن المغرب لحد تاني يوم الفجر يشرب ميه، كل شويه ازازه ميه ولا كوبايه ميه ولا بتاعه، واي حاجه فيها ميه، لو مش عايز ميه ميه سوائل، ينسون، نعناع، كراويه، زنجبيل، شوربه، اي حاجه، عصير، المهم سوائل يعني، ويفضل ميه. ويجي في وقت السحور نزود الحاجات اللي تحتوي على ميه، يعني زي الخس، الخيار، القتة، البطيخ، الزبادي، لبن رايب، كابوتشا، فلفل، اي حاجه، الحاجات اللي جواها ميه يعني. تمام. اللي هي الخضروات اللي غنيه بالميه دي بتحتفظ بالميه. وتالت حاجه يحافظ على دواء السيوله، ده بعض العيانين مثلا اقول له خد اسبوسيد واحده وفي رمضان خليهم اتنين عشان يبقى جرعه اعلى شويه، او لو بياخد دواء سيوله تاني زي الكلوبيدو جريل او الادويه اللي بتعمل سيوله احطها معاه عشان السيوله. بتكلم على الاسم العلمي. فالقصد ايه؟ ان انت حافظ على شرب الميه، حافظ على الحاجات اللي جواها ميه، التزم بدواء السيوله، التزم بدواء الضغط، التزم بدواء السكر مع تظبيط الجرعه عشان ما يزيدش قوي السكر ولا يقل فيجي لك هبوط، التزم بالحركه، ما تتعرضش للعرق او للشمس، وصوم بانتظار بالظبط. ولما تيجي تفطر ما تدبهاش مره واحده، هو ده اللي يتعبك. معظم اللي بيتعبوا روح معهد القلب كده هتلاقيهم جايين بعد العشاء الفطار، ليه؟ بطنه فاضيه والقلب مرتاح، يا دوبك القلب بيغذي الدراعين وبيغذي الرجلين وبيغذي الجسم، فجاه لقى 2 كيلو اكل نزلوا في المعده، ومطلوب من المعده تهضمهم، ومطلوب من القلب يدي دم للمعده عشان تشتغل. صح. فالقلب بقى ايه؟ انت كل كده ودبها مره. صح. في اي يوم تلاقي قلبك شغال، ليه؟ عشان يشغل الموتور اللي قاعد بيهضم. مزبوط. ده مطحنه شغاله، فانت بتحمل على القلب، وهو اساسا على يده يا عيني والشرايين ضيقه وتعبانه، وبالعافيه مكفي راسك وايدك ورجلك، تديله انت دي هتلاقي الدم كله اتسحب على المعده ودايق كده ومسطل ونايم في التراويح ومش هتكمل بقيه اليوم. بيحصل على امال ياكل ازاي؟ شويه تمر، مزبوط، كوبايه لبن، يصلي، يعني يفطر على مراحل، لقمتين ان شاء الله، ياكل على الطبق على 9 مرات بس ما ياكلوش مره واحده. مزبوط. فهمت ازاي؟ استاذ محمود اهلا وسهلا بيك. الو، معاك الدكتور، اهلا وسهلا. ازيك يا محمود؟ ازيك يا فندم، اهلا بيك. سؤال حضرتك ايه؟ شرفنا بيك، اتفضل قول لي سؤالك. طب اذا حضرتك ممكن نعرف بس الدكتور كيف يبطل التدخين؟ كويس، بيقول ايه؟ عايز تعرف طريقه ازاي تبطل التدخين؟ كويس، اوكي، ممتاز. ان شاء الله. شكرا. سهله جدا. روح معهد القلب شوف كم واحد جاله جلطه في القلب من الدخان هتبطل. ممكن ما يخافش. لا ما يخافش. انا بيشوفوا صور وحاجات. احنا بالله لا سيبك من الصور. انت لازم تشوف حد حقيقي. ما هو مثلا بيدخن ويجي يقول لي ابطل ازاي؟ اقول له دخن كما تشاء ونتقابل يوم الجلطه، وغالبا بيجي. حتى اكتر مكان يجي فيه جلطه الشريان اللي قدام القلب اللي بيغذي تقريبا يا عيني نص القلب، حتى بطلوا يسموه شريان الامامي، يسموه شريان التدخين. من كتر ما هو لو عندك واحد في ريحه بقه سجاير وداخل بيقول يا صدري، بنسبه 90% الشريان اللي اتقفل، مين؟ الامامي ولا الخلفي ولا الايمن؟ ما هم ثلاثه. لا، الامامي اللي بيغذي نص القلب، اللي لو تستنينا عليه نص القلب يموت. عشان كده كنت لسه بقول اللي يحس بوجع في صدره ياخد اسبوسيد ويطلع يعمل رسم قلب ويعمل تحليل اسمه تحليل جلطه القلب او تحليل انزيمات القلب، عشان لو لقاه ممكن يلحق في اول ساعه ولا ساعتين يعمل قسطره يوسع الشريان اللي اتقفل قبل ما حته من القلب تموت، لانه لو اتاخر 6-7-8 ساعات نايم بقى ودعك لي صدري وده حموضه ده شويه فوار وقاعد الوقت يعدي، كل ده ممكن حته من القلب تموت. فتاخد بالك جدا جدا جدا. وكتير قوي على فكره لما بتتكلم على الطرق الحديثه في العلاج، كتير قوي من العيانين اللي بقوا دلوقتي يحتاجوا دعامه او جراحه ممكن علاجهم بالادويه، خاصه لو انت بس ظبطت له حاجته وبطلت له التدخين وظبطت اكله وخس ومشي على نظام غذائي ورياضي مع ادويه يتجنب الدعامات والاسطره. المدخنين بيتهيأ لهم طبعا ان هو الدخان يوصل من عند الزور كده وينزل عند الرئه ويقف عند الرئه، ملوش علاقه بالقلب. فاحنا عايزين نوضح بس الدخان ده ايه مساره، بيروح لحد فين. بس بعد ما اخد فايزه. يلا استاذه فايزه اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. ألو، معك الدكتور، اتفضلي. أهلا بحضرتك. اتفضلي يا فايزة، أنا سامع حضرتك، أهلا بيك يا فندم. لو سمحت. شكرا يا دكتور على كلامك الجميل اللي بيفيدنا حد يعني جد. ربنا يحفظك يا حاجة فايزة. اسمعيني من التليفون أحسن، اتفضلي، إيه سؤال حضرتك على طول؟ مش عارف الواحد يشكرك إزاي. كتر خيرك. يلا فايزة اتفضلي. استاذة فايزة، عايزة لو سمحت اعرف يعني ايه ضيق في الشريان التالي. ماشي، من عينيا. اسمعيني من التلفزيون. هل هي بتعاني من حاجة؟ طيب، كنا عايزين نفهم اكتر. هي بتعاني من حاجة؟ طيب، عندك امراض؟ هي عندها ضيق في الشريان التالي فبتسأل. تمام. القلب بيشتغل والشرايين اللي حواليه واحد قدام وواحد شمال وواحد على اليمين لافين حواليه زي الشبكة وبيتفرعوا، فسموهم ايه؟ نسميهم الشرايين التاجية. فضيق في الشريان التاجي معناه ان واحد من دول او كلهم او فروعهم ضيقين، ويسموه ضيق في الشريان التاجي، قصور في الشريان التاجي، قصور في القلب، ذبحه صدريه. ما هو الضيق ده يعمل وجع في الصدر. وكتير قوي من الناس اول ما يشوف شريان ضيق نخش عليه ننفخ بالونه ونحط دعامه، وهذا خطا.
ده انت بس لو يعني انا لو عملت لك اي اشعه باي طريقه وبصيت على شرايين قلبك لقيت فيهم واحد ضيق بنسبه 10 20% في سن الدهون، اخش انفخ بالونه واحط دعامه؟ طب ما انا يمكن تتسد حته الحديده اللي حطيتها دي. لا، هتسالني الاول هي جت منين الدهون يا فايزه؟ والله يا دكتور انا باكل دهون كتير وبروح بالليل وبنام متاخر وباكل وبنام وبشم سجاير من نفسي او من الناس اللي حواليا او من اي حد وما بتحركش كتير وعندي سكر عالي وعندي ضغط عالي ووزني زياده وابويا وامي كان عندهم فالموضوع وراثي. طب انا اعمل ايه؟ في حاجات ما ينفعش اغيرها، ابويا وامي مش هغيرهم، لكن اعرف ابطل تدخين، اعرف ما اكلش دهون، اعرف ما اكلش وانام، اعرف اخلي اكلي بسيط فيه ملح، بسيط ما يكونش فيه سكر، السموم البيضاء، الملح والسكر والدهون، وما اكلش وانام، واشرب ميه كتير، واتحرك كتير، واحافظ على صلاه الفجر، ولو بدخن ابطل دخان، مع الادويه بقى، ادويه تعمل سيوله، ادويه توسع الشرايين، هتلاقي الموضوع بيقل بالتدريج والقصور او الضيق اللي في الشريان يقل بالتدريج. تمام. ناخد استاذه منى. ناخد استاذه منى. الو يا استاذه منى. سؤال حضرتك ايه؟ سمعنا من الموبايل لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام، معاك الدكتور. بقول لحضرتك يا دكتور ازاي صحتك؟ الحمد لله يا مدام منى، اتفضلي يا فندم. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا مدام منى، اتفضلي، ايه سؤال حضرتك؟ بقول لحضرتك يا دكتور بس معلش رد عليا بعد ما اخلص التليفون. الله يكرمك. هرد عليك. ماشي يا دكتور. انا عندي سكر وضغط. كويس. وعندي وعامله قسطرة على القلب. كويس. فحضرتك دلوقتي بحس بالالم اللي حضرتك بتقول عليه ده، طب هو الحرقان في الصدر. كويس. بس وقت ما اكون بعمل مجهود بس مش وعامله دلوقتي دايت وماشي على نظام. كويس. رجيم. ايه سؤالك بقى؟ هو دلوقتي حضرتك النغزه اللي هي بتجيني في الجنب الشمال دي جامده، وحضرتك دلوقتي السكر عندي بيعلى جامد وبيوطى. انت عندك كام سنه يا مدام منى؟ قلب سريعه جامده في القلب. عندك كام سنه يا مدام منى؟ عندي 47 سنه. خلاص متشكر قوي، هرد عليكي. السن بيفرق في التشخيص جدا. واحد عنده سكر بقاله 10 سنين، واحد عنده سكر بقاله 30 سنه، واحد عنده 30 سنه، واحد عنده 40، واحد عنده 90. تمام. كل ما يتاخر كل ما بيكون الموتور باظ، عربيه موديل 2000 غير موديل 80، فكل ما تتاخر كل ما توقع انها خربانه اكتر. 47 سنه صغيره في حكم الطب. ماشي. طب وايه اللي بوظ لها شرايينها وهي صغيره ما عدتش ال 50 وست؟ ايه يعني ست؟ يعني تفرق. الراجل يبوظ عادي وهو صغير 40 50، لكن الست عندها حاجه اسمها هرمونات الانوثه تخلي شرايينها ما تبصش الا بعد ما الدوره تقطع، لما يبقى عندها 50 سنه، لما تعجز في سن انقطاع الطمس. طيب ازاي وهي في سن الهرمونات او في اواخر الهرمونات لسه في الاربعينات، هي مش 60 سنه يعني ولا 70 سنه، وشرايينها ضيقت؟ لانها مريضه سكر. فقد قال احد العلماء انسان عنده سكر يساوي انسان ما عندوش سكر جاله جلطه في القلب قبل كده. يعني اللي عنده سكر يعالجه الاطباء بره، يعني هنا برضو بعض الاطباء بتعمل الحركه دي على انه مريض قلب. وانا بعمل كده، لو حد جالي عنده سكر بديله دواء السكر واديله معاه علاج قلب، اللي هو ايه يعني؟ دواء يعمل سيوله في الدم، اسبرين، دواء يقلل الكوليسترول حتى لو تحليل الكوليسترول مش عالي لانه مريض سكر، وهكذا. اتفق العلماء، دي كل دي جايد لاينز او نصائح طبيه من الجامعات العالميه. دواء يقلل تصلب الشرايين، دواء يوسع الشرايين، ودواء يهدي دقات القلب. المفروض اديك الادويه دي وامشي عليها بطريقه معينه وبنظام غذائي اللي هي ماشيه عليه ما شاء الله، ولو الوجع بدا يقل والشرايين ما كانتش ضيقه بشكل كبير قوي ونقدر نظبطها بالدواء والذبحه قلت، خلاص ساعتها ممكن نكمل بالدواء وما نعملش اي قسطره ولا عمليه حسب حالتها طبعا. تمام. طب يا دكتور انت استبعدت السمنه صح؟ واكدت ان هي ما دام في سكر يبقى خلاص. سكر يكفي. يكفي. سكر يكفي يكفي. من غير كل اللي قلناه، لو هي عندها ولا ضغط ولا كوليسترول ولا بتدخن ولا اي حاجه بس عندها سكر بس، خلاص اقفلي السكه يا حاج انا هكمل. طب لو جانا اتصالات تاني نعرف السكر كام؟ سكر صايم مثلا قد ايه، رقم كام؟ والله المفروض السكر الطبيعي انه يكون زي ما مكتوب في المعمل كده، الطبيعي الصايم من 70 ل 100 110 لحد 129 كويس، فوق ال 129 او 128 أيوة. يبقى استعداد للسكر، فوق ال 140 صايم يبقى سكر. ده اللي اقصده. خلاص بقى هو دخل في سكر. ام احمد اتفضلي. يا ام احمد. الو يا ام احمد، سامعينا؟ سامعانا؟ الو. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ معاك الدكتور، اتفضلي. يا دكتور اتفضلي. يا محمد انا سامع حضرتك. ايوه بقول لك انا عندي ضغط، بس رحت اخدت لي علاج ورحت للدكتور قال لي متظبط كده. كويس ممتاز. وقال لي في البرشام ما تاخدوش، بس ليا كام يوم دلوقتي تعبانه خالص، ولما رحت جبت لقيته عالي تاني. ممتاز. دي عندك كام سنه يا محمد؟ 41. وقعدتي كام سنه تاخدي دواء ضغط؟ ها؟ قعدتي قد ايه تاخدي دواء ضغط؟ اخدت شهر. شهر. كان الضغط مظبوط. وزنك زياده ولا كويس؟ 82. اوكي ممتاز. وطولك قد ايه تقريبا؟ 160 مثلا. طب خلاص واضح انك سمين. 153. حلو ممتاز، شكرا يا ام احمد.
53 يا ابو وزنها 53 55 60 لو انا هسيبها براحتي هي 80 82 فوزنها زياده فده اللي خلاها في سن صغير يجي لها ضغط ويا سلام لو تخنت شويه بقت 90 يجي لها سكر يا سلام ويا سلام لو تخنت شويه كمان يجي لها شرايين تضيق اكتر مرض يبوظ القلب هو التخن مفيش عيان بيخس الا بقول له روح بس لو خس يعني مفيش حد بيعرف يخس صعوبه يعني أيوة بس اللي بيخس سكره بينزل الحاجه الوحيده واحد مره قال لك تصدق بقى انا اعرف واحد قريبي كان عنده سكر وراح منه السكر ما بنصدقهاش دي السكر ده مرض مزمن في حاجه واحده تخليه يروح صدقا وليس كذبا باجماع العلماء انه يخس هو ده اللي خلاه يجيله سكر يعني ده زياده حوالي 20 25 كيلو بالظبط خسيهم هيروح الضغط والسكر وقللي بس الملح شويه هيروح الضغط لكن من هنا لحد ما تعملي كده ما ينفعش تجيبي دواء ضغط اذا اتفق طبيب على انه يدي المريض دواء ضغط خلاص هو قاسه النهارده وبكره وبعده وبعده خمس ست ايام و170 170 160 170 مش 120 اول ما ارتاح لا ده على طول معلق يبقى لازم اخد دواء ويوم ما اخد دواء اخده على طول ما اسيبوش دواء الضغط ده عامل زي المحول بتاع الكهرباء لو شلته وحطيت الفيشه هيضرب لازم اخده على طول لحد ما السبب اللي جاب لي الضغط يروح قللت بقى الملح بقيت العب رياضه خسيت 20 كيلو الكوليسترول نزل يمكن ساعتها الاقي الضغط بينزل والدواء بتاع الضغط بيدوخني فاقلل الجرعه لحد ما بطله اول نصيحه لام احمد خس يا ام احمد انزلي يا شيخ 25 كيلو ولكل الناس تمام جوده اتفضل يا جوده يا استاذ جوده السلام عليكم وعليكم السلام معاك الدكتور اتفضل سؤالك نعم ممكن اكلم الدكتور معاك اتفضل اتفضل يا حاج جوده يا دكتور ايوه يا عم جوده والنبي عندي انا طبعا تعبان جسميا وتعبان الحركه تعبانه طبعا شغال طبعا انا بتعب كثير بمشي كثير كنت بقعد اخد دواء غدد كويس اوكي تتعب ازاي يعني تطلع السلم تنهج يعني يعني يا باشا حضرتك وقت شغال في قهوه لو طلع كتير. لو مشيت شويه ولا طلعت سلم شويه اجرى ايه انا فهمت حاجه غده الدرقيه تعبان انا عاوز اسمع منك حاجه تعبان الغده ده فالنشاط قطع خلاص انت عندك كام سنه يا عم جوده عندي 33 سنه شكرا يا عم جوده شكرا انت صغير خالص صغير ليه علاقه السن خلاني الغي 3 ارباع الامراض اللي في بالي يعني كنت قاعد بفكر عم جوده ده عنده الضغط فبينهج عنده الشرايين ضيقه فبيجي له ذبحه ما هو ما قالش بيجي لي ايه بيقول لي بتعب وخلاص بس انا كل ده في بالي الكاتيجوري بتاعه 50 60 45 ماشي. لو 40 هشك لكن ده 30 33 قدنا اصغر مزبوط. من الثلاثينات فثلاثينات ايه اللي هيخليه يتعب وهو جاب سيره الغده أيوة. فغالبا هي دي السبب لعلها تكون خامله فخمول الغده دي عامله زي الـ 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 النار بتاعت الجسم دي اللي ظابطه لا تقعل قوي ولا توطى قوي ان وطيت الغده هبقى مكسل ونايم وهبطان واطخن وضربات قلبي تبطئ ان عليت الغده وبقت تفرز زياده ابقى اكتف وسريع واعرق واخس ووضع البطن قلبي تبقى سريعه مع العلم هو مش عامل عمليه بالظبط ايوه لعلي تكون لا ساعات مرض الغده ملوش علاقه ممكن يكون مرض مناعي مفيش استئصال دلوقتي اقصد يعني هو مش شايلها تقصد مش شايلها لا مش شرط ساعات بتبقى اجسام مضاده خبطت في الغده فمبقتش تطلع مزبوط. فمحتاج هو ياخد دواء الغده او الثايروكسين او الهرمون تاني بتاع الغده تمام. ممكن يكون عارف ان عنده الغده وبياخد الدواء ده بس بجرعه قليله فالغده مش مظبوطه قوي فمحتاج يحلل وياخده تاني بجرعة اعلى تظبيط الجرعه دي مهمه جدا بالظبط في موضوع الغده بالظبط ظبطها ايمان الغده بتاعك يا استاذ ايمان اتفضلي معاك الدكتور اهلا وسهلا يا دكتور لو سمحت بنشتكي دايما من زياده في ضربات القلب عندي تمام عندك كام سنه الموضوع ده بيتكرر لي ممكن كل 6 شهور كل 3 شهور على فترات متباعده اوكي وبتوصل لممكن 200 دقه ومره يعني فيها رحت العنايه مثلا وعملوا لك صدمه كهرباء ولا حاجه لا بيعملوا لي دايما بيحطوني على الجهاز وبيشوفوا ضربات القلب بيعملوا لي جهاز تنفس اكسجين والموضوع ده بيتكرر لي على طول وانا مش عارفه ايه السبب عملت تحليل الغده تحليل الغده ما طلعش اي حاجه انت عندك كام سنه يا ايمان عندي 30 بالظبط شكرا جزيلا يا ايمان هرد على حضرتك من احد الحاجات اللي بتبقى موجوده عند شباب المرضى من القلب موضوع الدقات السريعه يعني ما عندوش اي مشكله بس مشكله ان ساعات كده يبقى قاعد ويلاقي قلبه يسرع لوحده ويسرع قوي ممكن يبقى 100 مره في دقيقه هيعدوا في دقيقه هو يهم وده ليه اسباب كتير جدا اشهرها ان يبقى في بؤره في القلب بتطلع كهرباء زياده فالقلب يسرع قوي ساعات البؤره دي في الاذين فيسموها بؤره اذينيه ساعات تبقى في البطين اللي كان بيضخ الدم ويسموها بؤره بطينيه ودي اخطر شويه بنعرفها منين بان احنا نحطه على الجهاز او نعمل له رسم قلبه والضربات شغاله تمام طب نعمل له ايه ساعتها ليها سكه دوائيه وسكه جراحيه طب ما تخلينا في الدوائيه اسهل
ولو ان كتير قوي نحب الجراحيه عشان بتكسب فلوس اكتر يعني. الدوائيه ما بتاكلش عيش، هدي له دواء ويروح هاخد منه ايه يعني. فكان دي الاسهل، ولكن دي الاسهل للمريض ان انا اديله دواء. وعشان كده بنبدا بيها، بنديله الادويه المهبطه لضربات القلب اللي بتبطئ القلب واللي بس تكون سريعه. أيوة. زي البيسوبرولول او الكونكور اللي الناس بتقول عليه بتاع الضغط، ده وظيفته يبطئ ضربات القلب. يعني دي بتظبط كهربة القلب. عشان تخلي دقات القلب بدل ما هي 100 أيوة. في الدقيقه تبقى 60 او 70 في الدقيقه، فتبقى هاديه. فالعيان لما يمشي تبقى ال 60 70 دي 80 90 بدل ما هي 100، ولما يمشي تبقى 140 150، ولما يتخض تبقى 200 او لما تجيله بقره. فنمشي بالدواء ده، ايه الاخبار؟ تقول لي لا والله يا دكتور انا تمام وبقالي شهر 2 3 4 ما بحسش بدقات قلبي، ما جاتش خالص. نبدا نكمل على الدواء كام شهر ونسحبه بالتدريج وكل سنه طيب ونبطل وخلاص. وبس نديها حاجات تمنع حدوث، يعني تبعد عن الكافيين والقهوه والشاي والنسكافيه والمشروبات الغازيه والعصائر المعلبه والتوتر. انا كنت اسالك سؤال ده بعد الاتصال ده، عايز اسالك في موضوع ان اي حد من الشباب، شباب تحديدا اللي دقات قلبه زياده بالزبط. وبياخد كافيين كتير، بيشرب كافيين بقى كتير بالزبط. عايزين نتكلم في الجزئيه دي بس حتى لو في دقيقتين. تمام. محمد اتفضل. الو، حاول تتصل بينا يا محمد، حاسين بس على التاخير معنا ضغط اتصالات. ارجع للجزئيه دي، الشباب بيقعد بيشرب قهوه دي تضايق جدا، بقت عاده، بقت موضه. الكافيين يسرع القلب. الكافيين الكافيين في ادويه كافيين تخلي دقات القلب من 50 60 70 80 تسرع. في عمليات القلب المفتوح بنستعمل ساعات الكافيين عشان نسرع بيه القلب. فالكافيين يسرع قوي. فواحد اوريدي عنده الضربات على 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 الهاي ليفل بتاعها، هي الطبيعي من 60 ل 80، هو 85 90، اديله انا حاجه تسرعه اكتر هيسرع اكتر، ولو عمل مجهود تسرع اكتر وينهج اكتر. واكتر سبب للنهجان في السن الصغير العشرينات والثلاثينات هو ارتفاع عدد ضربات القلب يخليه ينهج، لان قلبه بدل ما بيدق كده ولما يجري يدق كده، لا هو بيدق كده اصلا. ايوه. فلما يجري دي 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 فيلقف نفسه. وبمجرد ما تبطئ له قلبه وتعالج السبب اللي غالبا جزء كبير منه زي ما قلنا التوتر والشاي والقهوه والكافيين، سرعه الدقات دي حتى لو قاعد يعني كان هو بيتكلم كان مشكلة. دي مشكلة. حتى مش في الحركه ولا طالع السلم. العادي انها تسرع ما اطلع سلم واول ما ارتاح ارتاح صح. لكن امتى تبقى سريعه في العادي؟ اولا لو انا مش رياضي خالص، لو انا مانتخ ونايم واخر مره مشيت من العربيه للعربيه كان من 100 سنه، ساعتها يبقى قلبي اوريدي سريع لاني ما عنديش لياقه. الرياضي الدقه منه باتنين مني او بتلاته مني صح. من الغير رياضي مزبوط. فلما تلعب رياضه وتزود الفتنس تقل، امنع الكافيين تقل، ابعد عن التوتر تقل، اظبط النوم لان بالليل الكورتيزون بيقل وبالنهار بيشتغل. فانت لما تنام وقت النهار وتصحى وقت الليل هتلخبط السيركاديان ريزم، النوم فتخلي ضربات القلب تتلخبط. النوم الناس اللي بتقعد لحد الصبح بالظبط. سمير والأنيميا. يا استاذ بس. سمير السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ سمير، عامل ايه؟ جميل، اخبارك؟ اقدر ساعدتك؟ الله الحمد لله تمام، اتشرفت بيك. قول يا فندم. انا بعاني بقالي سنتين من تقرحات قولون. كويس. وانا عارف ان انت مش تخصص حضرتك، بس هو انقلب بعد كده في مشكله في القلب. ايه بقى؟ تقرحات قولون بتعالج منها بقالي تقريبا سنتين. اوكي. كان جسمي نزل خالص وبقيت يعني شبه عظم كده. اوكي. بعد سنتين من العلاج وانا ما زلت باخده، فوجئت حضرتك لقيت ضربات قلبي زايده بتشيلني كده من على المرتبه وانا نايم. من كتر الضعف اللي انت وصلت له غالبا هو ده السبب. فعمل لي رسم قلب. مش سامع حضرتك، مش عارف اعلم. ماشي كمل، طب هسمعك. فرحت لدكتور البطنه فعمل لي رسم قلب. وقال لي مطلوب اشعه، تعمل اشعه ايكو. رحت لدكتور القلب عملت اشعه ايكو. يقول لك اعمل قسطره. قعد يفحص حوالي نص ساعه تقريبا، بعد كده قال لي عندك تضخم في عضله القلب وهتاخد كونكور 2.5. في حين ان دكتور البطنه كان اداني مونوماك 20 واداني فاستريل. فانا باخد ده وده، مش عارف صح من اخد ده وده، ومش عارف تضخم عضله القلب ده بعد كده ايه المشكله فيها. شكرا. هنوصل لايه؟ هسالك سؤالين كده ولا انت مش سامعني يا عم سمير؟ اتفضل تحت امرك. ضغطك عالي ولا كويس؟ لا الضغط كويس جدا. حلو قوي. بتنهج لما تطلع سلم؟ اكيد بنهج بعد مشكله تضخم بتاع القولون. بس بينهج مشكله مع النهجان ده يجي لك الم ولا بس تنهج؟ اطلع سلم المحكمه كنت بنهج لان جسمي كان ضعف قوي. اوكي ممتاز. لما النهجان ده بيبقى عندي فيه عندي بقى الفتره الاخيره الم بيجيني بس فوق السد الشمال تحت كتفي. اوكي. لما رحت لدكتور القلب قبل ما يعمل الاشعه فبيقول لي بحس بايه؟ قلت له فيه الم عندي في الناحيه الشمال تحت كتفي. قال لي لا اعراض القلب بتبقى الالم صح. في منتصف الصدر مش في الناحيه الشمال. كلام ممتاز، خلاص هرد عليك. لما ماشي بحس ان انا مرتاح، لما بقعد بحس ان عندي مشكله تحت كتفي من فوق الشمال. خلاص. في ناس بتقول والله ده ليه علاقه بالقولون وتقرحات القولون. شكرا استاذ سمير، احنا بنشكرك، حاول تتابعنا من خلال التلفزيون. هرد عليك واسمع كده اجابه الدكتور في تشخيص حالة حضرتك. مجاله تقرحات في القولون مع سوء التغذية وسوء الامتصاص نتيجة التقرحات في القولون ضعف قوي، وواضح ان الضعف ده خلى ضربات قلبه تسرع وينهج ولما يطلع سلم يتعب على كلامه.
الدكتور لما عمل له رسم قلب لقى دقاته قلب سريعه وده متوقع من الضعف. ولو لاحظت وانا بتكلم عن دقات القلب سريعه اخر كلمه قلتها هو الانيميا، لان الانيميا تسرع القلب قوي. كنت عايز اساله سنه كام بس انا متوقع يبقى اربعينات. اربعينات متوسط تقريبا. الحاجه الثانيه انه لما عمل رسم القلب لقى كويس، ولما عمل اشعه الايكو قال في تضخم في القلب. تضخم القلب يشخص بالايكو، ولكن لابد ان اعرف حجم التضخم قد ايه. تضخم القلب معناه ان العضله هي المفروض انها سمكها قد كده، بقى سمكها بقى كبير كده، ده تضخم. تضخمت 4-5 أضعاف كده بالظبط كده. بدل مثلا ما سمك العضله 7 ملي 8 ملي بقت 12 13 17 ملي فتخنت. والتضخم ليه اسباب. السبب الطبيعي بتاعه انه يكون العيان ضغطه عالي، فبدل ما القلب بيضخ الدم على قدامه وضغط 120 80 بقى بيضخ على 170 او ما عندوش ضغط. فلما سالني قال لي ما عندوش ضغط. يبقى سؤال ان انا اشوف الايكو بقى واعرف التضخم ده بدل 7 ملي يعني بقى 9 ملي 10 ملي، عديها وظبط له شويه بادويه تقلل تضخم القلب. تمام. ويمكن يكون ده نتيجه دقات القلب السريعه او نتيجه ارتفاع في الضغط طفيف هو مش واخد باله منه، او هو ضغطه عالي بس لما بيقيسه غلط، او هو بياخد اوريدي دواء للضغط فضغطه مش باين انه عالي عشان هو بياخد له دواء دكتور القلب او البطنه اداهوله. وان انا اشوف موضوع اللي اسمه ايه ده كميه التضخم اللي عنده، ممكن يكون بسيط جدا لا اتوقع انه يكون بالنسبه الكبيره ده. شايف الايكو بتاعه، يا ريت لو اشوف رسم القلب بتاعه، يا ريت لو اسمعه احسن، يا ريت لو اشوف طيب لو اشوف. انا برجح كده مثلا بعد انتهاء حتى الحلقه بالزبط. ان احنا هو سمعنا دلوقتي يتواصل مع فريق الاعداد. صح. احنا صح. محتاجين الدكتور صح. يتواصل مع حضرتك ونبعت لك على الواتساب كوسيله التواصل. ابعت لي عادي الواتس بتاع مفيش مشاكل. وعلى فكره بص هتلاقيني عامل حلقه مخصوصه على تضخم القلب، اكتب على اليوتيوب او على النت تضخم القلب دكتور رامي اسماعيل او دكتور رامي اسماعيل وحلقات عن القلب، هتلاقي حلقه عن الموضوع ده اتفرج عليها وقارن الايكو قايل الارقام بتاعته والافضل اشوفه طبعا. ناخد معانا استاذ احمد. يا استاذ احمد اهلا وسهلا بيك، اتفضل. الو ممكن السلام عليكم معاك الدكتور. وعليكم السلام، اتفضل سؤالك. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا حاج احمد. اللهم صل على النبي. انا عندي 49 سنه. كويس هو لا عاد يقول سنه براحته. هو طبعا دايما عندي هبوط. كويس. وايش اكوتك؟ ايه اللي مضايقك غير الهبوط؟ هبوط يا دكتور بحس ان قلبي بيرجف كده بيدق بسرعه لما بشتغل في الارض حاجه، تحس ان انا مش قادر اخد نفسي. اوكي. وطبعا بتعب بسرعه. عملت اشعه ايكو على القلب نشوف عضله القلب كفائتها قد ايه. طب يا حاج احمد انت مدخن ولا لا؟ بتدخن؟ اظن بدخن. قول. طب قول الحقيقه دي عشان كل حاجه تكشف للدكتور حقيقه. لازم انت تستجوبه، امال وكيل نيابه ازاي؟ هو بيقول بس لما يعترف. خلاص يا ابو حميد انا بس كنت هطلب منك طلب واحد بس مش عارف اذا كنت عملته ولا لا. انت سامعني؟ اتفضل يا دكتور. انت عملت اشعه ايكو اللي هي اسمها موجات صوتيه على القلب؟ لا ما عملتش اشعات خالص انا. اوكي. ضربات قلبك بتحسها سريعه بتقول لي صح؟ نعم. ضربات قلبك بتحس انها سريعه؟ وبتنهج جامد، حتى انا سامع صوتك بتنهج. بيقول لك عنده هبوط شويه. تمام. شكرا يا احمد، شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا رب. وغير علاقه الهبوط ضغطه الى اي واطي. عايزين نعرف موضوع الهبوط او الضغط. والله سبب يعمل المنظر اللي انا سمعته ده ان واحد ضربات قلبه سريعه وسنه اربعينات وبينهج وضغطه واطي وعنده هبوط انه يكون عضله القلب ضعيفه شويه، عشان كده متوقع لما نعمل ايكو نلاقي عضله القلب ضعيفه. وضعف عضله القلب نرجع له بقى، ده كتاب لوحده اسمه ضعف عضله القلب، وعامل له حتى كذا حلقه ضعف عضله القلب رامي اسماعيل، هتلاقيهم عاملينهم كده في فولدر لوحدهم. احد اهم اسبابه انه يكون جاله جلطه في القلب، لعل من التدخين جاله جلطه في القلب من سنه ولا اتنين ولا تلاته، فجزء من القلب مات فالعضله ضعفت فما بقتش تضخ كويس، فبقت تركن الدم في الرئه، فبقى نفسه حتى وهو على التليفون ما بالك لو طلع سلم بقى، وده قلبه بطيئه وبيهبط. ممكن يكون ضعف عضله القلب نتيجه فيروس بس ما توقعوش في الراجل ده. فالافضل ان انا اعمل له ايكو رقم واحد، نشوف عضله القلب اخبارها ايه، واتباعا بناء على الايكو ده نبدا نديله دواء. بس ساعتها لو لقينا جزء من القلب فعلا ميت او ضعيف والعضله ضعيفه، لا داعي من عمل قسطره وتوسيع لشريان بيغذي حته ماتت، خلاص الافضل ساعتها ان انا امشي مع العلاج الدوائي. تمام. بس كده يا ابو محمد. اهلا بيك يا ابو محمد. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام دكتور، معاك سؤال حضرتك. ربنا يبارك فيك ويزيدك من العلم يا دكتور. ما شاء الله عليك يعني. ربنا يبارك في سيادتك، تشرفنا. والله يسأل دكتور، كان عندي الضغط رافع كويس 170/110. كويس. ورحت الحمد لله خدت دواء بقى كويس حاليا دلوقتي. ممتاز. بس لما بافطر بعد الفطار حاجه خفيفه واصلي التراويح تهبط كويس. كويس. اما انا لو فطرت افطار كويس يعني وكلام من ده ابص الاقي عند التراويح كده في دوخه وعايز تنام وحاسس ان في ظلام في الوعي. ما انا عارف. انت عندك كام سنه يا ابو احمد؟ انا 50. ممتاز. وعندك ضغط ليك كام سنه؟ والله هو كان بيروح ويجي كده. وزنك زياده؟ يعني تقريبا. وعندك سكر؟
لا الحمد لله. الحق خس قبل ما يجي لك سكر كده، الموضوع ضغط بس سهله ومش بتدخن؟ لا لا الحمد لله. طب ممتاز، يبقى لسه هتعيش شويه، لسه هتعيش كمان شويه، ما تقلقش يا محمد، الموضوع بسيط، هرد عليك بالتفصيل حالا. زي ما قلنا من شويه، بس هو ما عندوش عوامل خطوره كتير. ايوه انا ليه بساله كده، في حتى موقع على النت لو انت دخلت عليه باللغه العربيه اسمه ريسك سكور، يعني حساب الخطوره، يحسب انا عندي احتمال كام في الميه يجي لي جلطه في القلب في العشر سنين الجايين، فبيقول لي دخل معلومات. فمن ضمنها اللي انا سالته دي، عندك كام سنه؟ 20 ولا 90 ولا 80 ولا 60؟ راجل ولا ست؟ راجل تفرق، الست بقى بعد سن ال 50 تبقى زيها زي الراجل. بيدخن مشكله، سكر مشكله كبيره، ضغط مشكله، ما بيتحركش، وزنه زياده، كوليستروله عالي، ال ال دي ال فوق ال 100، فهو واضح انه ما عندوش من كل دول الا انه ضغطه عالي شويه، ولما بياكل ويزود في الاكل بيهبط لان الدم كله بيسحب للمعده. أيوة. وغالبا ده الضغط بيبقى تقيل عليه، فكمان موطي له ضغطه ودمه اساسا مسحوب، فيبقى هينام في الركعه الثانيه. فدي نصيحته الاساسيه، ان انت ظبط جرعه دواء الضغط، ظبط ضغطك ما يبقاش واطي قوي، ما يبقاش عالي قوي، يعني عايزين الرقم اللي فوق 120 130 135 مش 170، ما يعديش كده. مفيش 140 وانت طالع، ومفيش 110 وانت نازل، بس كل ما يوطى يبقى احسن، بس مش تحت 110. وخاصه الرقم اللي تحت مش عايزينه اقل من 60، لان هو ده الضغط اللي بيملى الشرايين التاجيه بتاعه القلب. ما تاكلش كتير وقت الفطار، حاول تخس، حاول تقلل الملح. اتوقع انك لو خسيت وقللت الملح وانت سنك صغنن كده والضغط بيروح ويجي، يروح منك مرض الضغط اساسا يا محمد، اكله مش مظبوط. بس كده استاذه ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال حضرتك ايه للدكتور؟ لا سمحت، ممكن تدخل الدكتور معاك؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 21 سنه. كويس. على طول مجرد ما بطلع السلم اعمل اي جهد بنهج تنهاجي، وضربات قلبي كتير، ضربات قلبي مش منتظمه. أوكي. بتبقى سريعه وبرده ما بحسش بيها خالص، ولا بقدر اخد نفسي. اكتر شيء يوم عليا كتير. لما بقف مثلا شويه ما بقدرش اخد نفسي، لازم اقعد. كويس، فهمت. ما بعرفش اعمل اي حاجه. رفيعه انت، مش وزنك زياده صح؟ متوقع. نعم. عملتي تحليل هيموجلوبين بتاع الانيميا؟ بعمله. طلع كام مثلا؟ 12. ساعات بيطلع عندي انيميا، ساعات ما بيطلعش. اوكي ممتاز، هرد عليك، متشكر قوي. يبقى كان عندها انيميا قبل كده. 21 سنه وانسه مفقوسه. مفقوسه. يلا اتفضل. هي اكتر سبب يعمل الموضوع ده، اكتر سبب يعمل ضربات قلب سريعه في السن الصغير، سببان لا سالس لهما، سببان منتشران يعني. اولهم ارتفاع افراز الغده الدرقيه، عشان كده بنستثنيه بعمل تحليل غده ب 20 30 50 جنيه، تلاقيه غالي دلوقتي بقى ب 100 جنيه. وسهل قوي ان انا اعرف فيه غده درقيه ولا، بالمناسبه لو انا عايز اوفر 100 جنيه بان انا اعد دقات قلبي. هو سهل انك تعد دقات قلبك، بالمناسبه انك تحط ايدك على النبض بتاع رقبتك في جنب الحنجره هنا شريانين بيدقوا، او على الايد زي ما بنعمل في الافلام كده هتلاقيه بيدق، او تحط ايدك على قلبك نفسه هتلاقيه بيدق، او على المخدك هتلاقي قلبك يعد بقى في الدقيقه. عد بقى في دقيقه كام؟ المفروض يبقى 60 70 ماكسيمم 75 80 في السن الصغير معانا لحد 85، هي هتلاقيه 90 100 100 وشويه. فاكتر سبب يعمل كده ارتفاع افراز الغده الدرقيه، وبتكون الضربات جامده ساعتها، ولو عملنا بس تحليل تي اس اتش بنعرفه. ويلي الانيميا، الانيميا تعمل كده، وغالبا انت من الانيميا ضعف، ما بتاكلش كتير، ممكن يكون عندها مشاكل في الهرمونات والدوره بتنزل فيها نزيف، ساعتها تظبطها مع دكتور بتاع النساء يديها ادويه هرمونات. انا لو جات لي هديها فيتامينات، بالذات فيتامين حديد وفيتامين كالسيوم ومعاه مغنيسيوم وفيتامين د، تاكل كويس بقى، هدي اللي تاكل بقى، خضار وسلطه وفاكهه وكبده ولحمه وفراخ، بس ما تاكلش دهون، ما تاكلش ملح كتير، ما تشربش مشروبات غازيه ومعلبه كتير، ما تشربش شاي بعد الاكل عشان ما يعملش انيميا، ما تاكلش اكل مش صحي او اكل من الشارع، تاكل اكل معمول في البيت بشكل صحي. مع تظبيط الانيميا شهر 2 3 هتلاقي دقات القلب هديت مع الوقت وخلاص على كده. بس نطمن ان الغده كويس بس كده. ياسمين كانت انسه دلوقتي. في فرق ما بين انسه ومدام في موضوع تشخيص الفرق بس انها لو اتجوزت مثلا وحملت وخلفت الانيميا ونزفت الانيميا هتزيد اكتر، فتقول لك انا بعد الولاده الاولى بقيت مهبطه، الثانيه بقيت بدوخ، الثالثه بقيت وشي شاحب كده مبيض، وضربات قلبي بقت صاروخ وبنهج اكتر، لان كل ما ده بتفقد دم اكتر. رائع. طيب انا بشكر حضرتك النهارده. يعني اللقاء كان ساري بالاتصالات. حلقه مفيده. يعني اعجاب الجمهور بحضرتك. طب الحمد لله. بعيدا عن توك شو ونحن كده ببساطه. لو توك شو ببساطه. واحنا النهارده فعلا فتحنا اتصالات عشان نوري الجمهور طبعا ما شاء الله من كل المحافظات. وبنعتذر لاي حد بيحاول يتصل وما عرفش يوصل لينا. لان انت عارف بقى يعني كل وقت مكالمه ليها وقتها. البرنامج جميل ومسموع ومشاهد والقناه ما شاء الله في سواء. ومفيش دكتور بالليل الا عندنا. تصدق بجد المستغرب الناس دي صاحي بتسال يعني. مفيش دكتور بالليل الا في توك شو بالعربي. وعلى الصحه والجمال. ما شاء الله. والصحه والجمال دي من اساس القنوات اللي بتتكلم يعني في الطب والصحه وجمال ما شاء الله. الانسان فيعني يعني بقى من المكان ده والله يعني ربنا يكرمكم فعلا. وبشكر حتى الدكتور
عبد الحميد توفيق يعني هو يعتبر استاذي، معرفه يعني سنين طويله طويله من وانا في امتياز طب، وهو فيعني تشجيعه ليا كان حاجه كبيره جدا، انا يعني بشكره جدا واشكر كل المشاهدين، يا رب تكونوا استفادوا من الحلقات. وبنصحهم في الاخر بقى نصيحه صغننه في دقيقه بقى، فضل. حافظ على الصيام كويس جدا، الصيام هو صيدليه، ربنا حتى قال للمريض في الصيام وعلى الذين يطيقونه يعني مش قادرين عليه فديه طعام مسكين، ما تصومش بس اكل مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، زود لو تعرف تطعم مسكينين 3 10 20، وان تصوموا خير لكم، يعني المريض اللي بيقول له مش قادر ومش قادر تطيقوا اكل مسكين، بس وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون، فصدقني الصيام وان تصوموا خير لكم، لمريض الضغط، لمريض السكر، لمريض القلب، بس يعمل النصايح ويشرب ماء كتير وما يتقلش في الفطار ويتسحر كويس وياخد حاجات فيها ميه، تحافظ على صلاه الفجر، تخلي قلبك دايما صافي، انسى الاكل والشرب، رمضان اساسا ما تعملش الاكل والشرب، يعني الصحابه ما كانوش بياكلوا كتير في رمضان، احنا اللي معتبرينه اكل صايم، لا ده معمول عشان وقت من الشياطين مربوطه فيه وابواب النار مقفوله وابواب الجنه مفتوحه، وبينك وبين ربنا وقت اكبر وعمار وصلاه تراويح وتهجد وقران، فطهر قلبك وفضي نفسك واقعد كده اختلي بربك وشوف الحاجات اللي ناقصاك، هتلاقي قلبك زي ما بنطهره ماديا من الكوليسترول والدهون والملح، بنطهره معنويا وايمانيا باتصاله بالخالق بتاعه سبحانه وتعالى. بس فيعني نخلي دايما قلبنا كده عامل بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. شكرا دكتور، متشكرين، بشكر كل المشاهدين وبشكر القائمين على البرنامج وقناه الصحه والجمال. بكره ان شاء الله يوم مختلف هيكون عن السياحه والعمل الخيري وصيانه الموبايل والتابلت، يوم ثري جدا طبعا بالفقرات، يوم مختلف، تصبحوا على خير.